بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بحضراتكم وفقرة جديدة من فقرات برنامجكم 2-0. اسمحوا لي في الأول أبارك لكل مسلم الأمة العربية والإسلامية بمناسبة قرب العشرة الأواخر من شهر رمضان. إن شاء الله ربنا يبقى دايما خير وبركة على كل بيوتنا وكل البيوت الإسلامية في العالم. وكمان خلونا أقول يعني كل سنة وطيبين لإخواتنا الأخباط بمناسبة عيد القيامة المجيد. إن شاء الله دايما أيامهم كمان معنا تبقى أيام أعياد. تاني حاجة المهم جدا ان انا يعني اعزي اخويا وصديقي منتصر الرفاعي زميلي في البرنامج لوفاة الست والدته رحمة الله عليها. ان شاء الله ربنا يتغمدها برحمته الواسعة. وانا بالنيابة عن كل مشاهدين برنامج بنوصل لك عزائنا منتصر ونقول لك البقاء لله وان شاء الله في الجنة. خلونا نبدأ سريعا كده. يعني اخيرا بعد اختفاء قصري وبعد اختفاء غير مبرر بيعود اسم محمد عواد من جديد يلمع داخل نادي الزمالك. عواد أصبح المرشح بقوة لأنه يحرس مرمى الزمالك بكرة إن شاء الله في مباراة بيراميدز المهمة قوي في الدوري. وإحنا عارفين أن عواد جه بعد ضغوط كبيرة من جماهير نادي الزمالك والسوشيال ميديا الزملكاوية على الجهاز الفني قيادة كارتيرون، خصوصا بعد الأخطاء الكتير اللي ارتكبها جنش الحارس الأساسي اللي طبعا كان موجود بديل لأبو جبل اللي أصيب بالكورونا، ربنا يشفيه طبعا. لكن أنا عايز أقول قبل ما نحمل جنش المسؤولية وندبح جنش، أنا عايز أقول حاجة. من أشرك جنش؟ كارتيرون. يعني إذا كان جنش نفسيا عمل شوية تصرفات مش مظبوطة مع أبو جبل على السوشيال ميديا، فطب تعالوا نحمل بقى المسؤولية لفوق. مين اللي أشركه هو في الحالة دي، حالة اللي ما فيهاش اتزان؟ المدرب كارتيرون. مين كارتيرون؟ المدرب الهارب، المدرب الفاشل، المدرب اللي هرب من الزمالك قبل شهر من نهائي بطولة أفريقيا أمام النادي الأهلي وتسبب إن الزمالك يخسر بطولة كانت قريبة منه جدا. مين كارتيرون؟ المدرب اللي جه وبيقول إنه ضحى بفلوس كتير في التعاون السعودي اللي كان بيدربه بعد ما هرب ليه من الزمالك، ضحى بفلوس علشان يرجع الزمالك. معرفش ودنك منين، أنا مش عارف استوعبها بصراحة. لكن هذا الرجل زي ما ضيع بطولة أفريقيا السنة اللي فاتت جه برضه في نفس التوقيت ضيع بطولة أفريقيا السنة دي وخرج الزمالك من دور المجموعات على غير المعتاد بالهزيمة رايح جاي أمام الترجي التونسي. وماذا فعل في الدوري؟ أهو مسلسل النزيف مستمر. يمكن الأهلي كمان مشارك في المسلسل ومسألة لعبة كراسي موسيقية شغالة بين الأهلي والزمالك، لكن إحنا بندور على المتسبب. إذن كارتيرون هو من اختار جنش. طيب من اختار كارتيرون في هذا التوقيت؟ يعني كارتيرون بقى جه إزاي؟ الإدارة الحالية اللي شايف أن راجل خدع نادي الزمالك وخان نادي الزمالك ومشي في ظروف صعبة جدا، هي بترجع دلوقتي تجيبه علشان تقول له تعالى الحق نادي الزمالك. يعني هنرجع بالتسلسل هنلاقي انه نوصل لقرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك ورحيل المجلس السابق بقيادة المستشار مرتضى منصور. اعتقد كان هو المسمار الاخير في نعش مشي الزمالك فريق كرة القدم. كل الالعاب الجامعية للأسف خسرت وادعت بطولات، وكان السبب عدم الاستقرار وعدم وجود سيولة مادية وان اللاعبين مش مركزين في الألعاب كاملة. كله بيفكر الموسم انتهي وبيفنش، هيمشي هيجدد مش هيجدد، في فلوس النادي مفيش في النادي. لكن عايز أقول إنه يعني إذا كنا هندور على المسؤولين فنطلع من رأس الهرم لحد ما ننزل لمستوى اللاعبين اللي برضو ما عندهمش حماسة، ما عندهمش ولاء كامل للزمالك. بعضهم عنده طبعا الولاء ده، أنا هستثني بعض اللاعبين القليلين جدا يتعدوا على أصابع اليد الواحدة، لكن معظم لاعبي الزمالك ما عندهمش تحمل مسؤولية، ما عندهمش الحماسة اللي كانت موجودة من سنة واتنين لما كنا بنقول على الزمالك أقوى فريق في مصر وإفريقيا بنفس التشكيلة الموجودة الحالية. إذن هناك أياد خفية هي اللي أوصلت الزمالك لهذه الدرجة. وبمناسبة الكلام عن الأياد الخفية، يبرز اسم إبراهيم عبد الله عضو اللجنة المركز التنفيذية لنادي الزمالك. يعني أنا شخصيا أولا مش عارف إيه هي اللجنة التنفيذية، المسمى ده مش عارف ليه بيفكرني بالإكسبريشنز القديمه بتاعت الحزب الشيوعي. يعني ايه لجنه تنفيذيه؟ انا مش فاهم. لكن نقول ان الاخ ابراهيم عبد الجواد دأب في الفتره الاخيره انه يظهر امام كاميرات التلفزيون، وفي كل ظهور لابراهيم عبد الجواد بيفتعل ازمه وبيصدر ازمه لمجلس اداره نادي الزمالك وبالتالي لجماهير نادي الزمالك. اخر هذه الازمات اللي سببها انه كان قال ان مجلس الاداره هيوقع عقوبه شديده جدا على جنش وعلى جميع لاعبي الفريق. طلع رئيس النادي او رئيس اللجنه المؤقته لاداره نادي الزمالك اللواء عماد عبد العزيز نفى هذا الكلام وقال ما عندناش الكلام ده. قبلها بيومين طلع في حلقه واتكلم عن عقود لاعبي اليد وعمل ما يشبه التسريب للارقام اللي بيحصل عليها لاعبي كره اليد، وقال انهم خدوا حقوقهم كامله
وللأسف طبعا ما خدوش نص اللي موجود في العقود. أنا عايز أسأل، هو الراجل ده ماسك عليكوا زلة في الزمالك؟ هو إبراهيم عبد الجواد اللي مشي قبل كده برغبته ورجع أيضا برغبته، هو جزء من النظام، هو جزء من المشروع، ولا هو إيه بالظبط؟ يعني أنا شايف إنه الراجل حتى بيقال إن هو عضويته مشطوبة من أيام المجلس السابق، ومع ذلك النهارده بيفعل ما يحلو له، بيعمل كل حاجة ضد رغبة وضد نادي الزمالك ورغبة جماهير نادي الزمالك. فأرجو من مجلس الإدارة، إذا سميناه مجلس إدارة الحالي المؤقت، إنه لو سمحت امنعوا هذا الرجل من الظهور أمام الشاشات. إذا كنتوا بتدوروا على إن الزمالك يبقى بلا مشاكل، إبراهيم عبد الجواد يريح. إذا كان الأمر بالنسبة لكم موافقين عليه وأوريدي جميل وأنتوا شايفينه كويس، يبقى أوكي خليه في مكانه. المسألة عندكم أنتم وأنتوا اللي تحسموها. طيب، صحينا النهاردة كلنا موضوع ثالث مهم جدا على وضع حجر الأساس لاستاد النادي الأهلي الجديد. طبعا ببارك للنادي الأهلي هذه الخطوة، واللي أنا شخصيا مش فاهمها، يعني إيه أعلن عن وضع حجر أساس لاستاد بدون تكاليف إنشاء وبدون رسومات؟ يعني هي المشكلة في حجر أساس اتحط النهاردة بمشاركة وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي، وزير الإسكان تقريبا، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. أنا لو سألتني شخصيا عن هذه الخطوة هقول لك لا، ده شو انتخابي. انتخابات النادي الأهلي فضلها 3-4 شهور، ومن المهم جدا إن رئيس النادي الحالي يدخل الانتخابات الجاية وفي عنده باور، وهو استاد النادي الأهلي الجديد. هيتعمل إزاي؟ هيتكلف كام؟ مين الشركة اللي بتتولى الإنشاء؟ فين رسومات النادي؟ بلح، مفيش. على العكس من الزمالك لما فكر يعمل استاده من فترة في وجود مرتضى منصور، قدم شركة وطنية تولت التنفيذ المشروع، أو كان مفروض أنها تنفذ المشروع، وكانت فلوسه موجودة، ومرتضى منصور قال أن الزمالك مش هيتكلف مليم واحد على خزينة النادي الزمالك ولا خزينة الدولة. يعني هي المسألة احنا ادينا ظهرنا لمشروع كبير كان مفروض انه قائم وعندنا الادوات بتاعته. ادي الصورة بتاعتنا هو اللي عندنا الدكتور اشرف صبحي قبل ان يصدر بشهور قراره بتجميد مجلس ادارة نادي الزمالك. انا معرفش هو في اللقطة دي كان عارف انه هيجمد المجلس ولا كانت المسألة ازاي، ما علينا. المهم ان الصورة دي بتوضح الى اي مدى الزمالك للأسف ما عندوش ظهر، الزمالك ما عندوش حد جريء يقدر يحميه دلوقتي، الزمالك ما عندوش مجلس إدارة قوي يقدر يباشر مشروعاته ونشاطاته. اكتفينا بمجموعة من التصريحات ومن الكلام اللي مش جايب نتيجة، وفي النهاية راح استاد نادي الزمالك طي النسيان، راح لقب نادي القرن اللي كان بيعافر عليه رئيس نادي الزمالك طي الكتمان، راحت اللعيبة الكبار وأولهم ساسي اللي يقال انه تقريبا جدد او تعاقد مع نادي بيراميدز او غير نادي بيراميدز، هي اخبار شبه مؤكده ان الرجل مش قاعد لانه مفيش فلوس. طبعا هذا التضارب وهذا عدم الاستقرار اللي موجود في النادي وعدم تواجد سيوله ماليه مش بتهدد فقط استقرار فريق كره القدم، لا، انا من وجهه نظري بتهدد استقرار كل الالعاب الجماعيه في نادي الزمالك. وانا هنا بسال الدكتور اشرف صبحي، حضرتك قلت بعد قرار تجميد مجلس الاداره لا مساس بفرق الزمالك، ساعة الجملة دي ما سمعناها ومفيش فريق في نادي الزمالك مستقر. حضرتك قلت لا مساس بفرق الزمالك، وكل فرق الزمالك بتعاني الأمرين، ما بين لاعبين يرغبون في الرحيل، فلوس مش موجودة، مجلس مش متابع بشكل كويس، خزنة فاضية. يعني أنا كنت بقول إن الدكتور أشرف صبحي وأنت واحد من ولاد نادي الزمالك ووعدتنا بزمالك جديد، أعتقد ده مش الزمالك الجديد اللي كان بيحلم بيه الزملكاوية. لا يا سيدي، خد الزمالك الجديد ورجع للزملكاوية الزمالك القديم، وهو كان ماشي كويس جدا، صوره كانت بتنتشر وبيحتفل ببطولاته، كان عنده لعيبة على أعلى مستوى، عنده استقرار بشكل كبير جدا. لكن النهاردة انفرط العقد بفعل فاعل، وكل نادي الزمالك بيعاني لدرجة أن جماهيره مع كل مباراة بتحط إيديها على قلبها، ما فيش فرق بين بيراميدز ومحلة وجونة ومجوناش، كله خايف من كل المباريات. ليه؟ لأن مجموعة اللعيبة حضرتك بتروح الملعب وهي سرحانة في حال التوهان، بيفكر هيقبض ولا لا، هيجدد ولا لا، النادي هيدخله فلوسه في وقتها ولا لا، فبالتالي تركيزه قليل، حماسه قليل، فلذلك بتيجي التراجع وبيجي الانهيار في المستوى، وبيجي النقاط السهله جدا اللي في اسهل دوري من وجهه نظري كان يقدر الزمالك يزحم الاهلي عليه هو دوري هذا الموسم، لا سيما ان الاهلي هو كمان بيقع، والزمالك والاهلي مش في مستواه، الاهلي بعيد، الاهلي عنده مشكلة، عنده الماتشات المتوالية اللي بيلعبها عاملة له أزمة
مع لعيبته أزمة بدنية وأزمة في التركيز كمان زي لعيبة الزمالك، لكن نقول لي مين هو ده الزمالك اللي بعض الناس عايزينه؟ الزمالك المهلهل، الزمالك اللي عنده مشاكل، اللي عنده أزمات، اللي عنده ناس بتروح تطلع بره تتكلم عن عقود لعيبته وتعمل لهم مشاكل. آخر حاجة هتكلم فيها في الانترو قبل طبعا ما اخرج واستقبل الدينامو كريم أبو حسين ضيفنا النهاردة، خلينا أقول لكم لويس إدواردو لاعب الكولومبي اللي تألق جدا أمام الزمالك في الناحية اليمين وأرهق عبد الله جمعة، هذا اللاعب بعد انتهاء الصفارة جري على شيكابالا وخد منه التيشيرت بتاعه، وهو دي يمكن الصورة قدامنا، حتى شيكابالا كان في حالة غضب شديد جدا، ما انتظرش لما ياخد فرينلت الولد الكولومبي الرائع ده لاعب نادي المقاولين. بعد المباراة الولد كان له تويتة كتبها وقال أنا كان من أحلامي ألعب أمام شيكابالا. طبعا ده بيؤكد ان شيكابالا بالفعل لعيب اسطوره ولعيب مهم جدا على مستوى نادي الزمالك وكره القدم المصريه، والاهم من كده انه قال ان دي اول مره في حياتي في الملاعب اطلب ان انا اخد تيشيرت من لاعب ما اي لاعب، وقال ان شيكابالا هو امهر وافضل لاعب مصري وافضل لاعب افريقي، وانا حققت حلمي باللعب معاه وحققت حلمي بان انا اقبض على تيشيرت شيكابالا. اسمحوا لي بقى بعد الانترو القليل ده اخرج لان ضيفي وصل وانا خايف يمشي، كريم برضو له حركات كده مش مضمونة، هطلع اجيب كريم ابو حسين وارجع لكم تاني نكمل معاكم الحلقة. اعزائي المشاهدين اهلا وسهلا بكم مرة تانية، رجعنا لكم ومعايا انا بعتبره فاكة الاعلام الزملكاوي حالا اللي اول ما طلع واول ما اشتغل في قناه نادي الزمالك وفي برنامج نادي الزمالك اليوم، البعض اتهمه انه اهلاوي، هي مش تهمه، لكن مع الوقت اكتشفت انه اقوى مدافع عن الزمالك وقضايا نادي الزمالك كان وما زال بيدافع بمنتهى القوه، موقفه ثابت ما اتغيرش. بالنيابه عنكم برحب بضيفي الجميل الدينامو كريم ابو حسين، اهلا بيك يا استاذ كريم. اهلا بيك الصبح، برحب بيكم كل مشاهدين 2-0 وسعيد ان انا موجود معاك للمره الثانيه وان شاء الله مرات ثانيه كتير ان شاء الله. انت قلت لي قبل ما تسال في اي حاجه انا عايز اعزم منتصر طبعا الفاعي. يعني خالص تعزينا لاخونا وصديقنا العزيز الاستاذ منتصر الفاعي، يعني في وفاه والدته ربنا يرحمها يا رب وربنا يصبرك يا منتصر ويجعلها في اعلى درجات الجنه، يعني من علامه طيبتها يعني ورضا ربنا عليها سبحانه وتعالى ان يخترف يعني اخترف ايام طبعاً. زي دي يعني طبعاً. حسن الخاتمه ويعني ستي كلنا نشهد لها، يعني الحمد لله يعني جابت حد زي منتصر ده اكيد طبعا. حد يعني ربنا يا رب يعني مش هنتقلها على الله، ولكن يعني ربنا ان شاء الله يرزقها كده شفاعه الشافعين وتوقف على درجات الجنه ان شاء الله يا رب، يصبر ويصبر باقي الاهل، وبنقول لمنتصر مره ثانيه البقاء لله وان شاء الله اخر الاعزاء لمنتصر. طيب انا مع كريم ابو حسين عندي 40 بدايه في دماغي، انت زي ما انت عايز عايز اختار لك البدايه اللي تخليك ريلاكس شويه. لا انا هبدا بس من الحته اللي حضرتك قلتها في الاول بس عشان الكلام ده، لاني كل يعني ما فيش برنامج طلعت فيه الا لما لازم تثار هذه القصه اللي بتاع الاهلي والزمالك، الربط بس بتاع الناس عشان انا بدات انا اشتغلت في قناه الاهلي طبعا، ودي كانت فتره في حياتي، يعني انا مش ندمان ان انا اشتغلت في قناه الاهلي، انا راجل مهني وراجل بتاع يعني مهنتي وشغلتي الميديا، فاشتغلت في قناه الاهلي من الديوان عشان بس ما حدش برده هم بيزايدوا ويقعد يقول لك ان المهندس محمود طاهر اللي جابني، لا انا اشتغلت في الفتره الاولانيه بتاعت حسن حمدي واشتغلت مع محمود الخطيب واشتغلت مع محمود طاهر واشتغلت مع حسن حمدي فترتين، الشغل ملوش علاقه باللي بنتناه وبالتشجيع، لا والحمد لله يعني يحسب لي ان انا عملت حاجه اسمها قناه الاهلي مع الكاست اللي كان موجود مع اساتذتي والناس اللي كنت انا شغال معاهم كلهم معروفين وقامات لحد الان لسه موجودين في القناه كل الاحترام ليهم، بس لكن هي النقطه دي يعني ما بتشغلنيش في اي حاجه يعني وبتاع، الانتماء في القلب والزمالك في القلب يعني. حلو جميل، بدايه حلوه. طب ما طالما بدات بالاهلي ومحمود طاهر خليني اقول لك مبروك استاد الاهلي الجديد النهارده، احنا شفنا النهارده حجر الاساس وانا مش عارف تجاوزا قلت في الانترو انا شايفها دعايه انتخابيه اكتر منها مشروع كبير باسم نادي بحجم النادي الاهلي، لانه النهارده انت طالع من غير اوراق من غير رسومات من غير حتى مصادر تمويل المشروع هتبقى منين، فبتقول لي انا بعمل استاد الاهلي الجديد، حضرتك دفن كوش ولا استاد جديد بجد؟ لا هو استاد بس المبروك تتقال للمهندس محمود طاهر ومجلس ادارته المحترم اللي كان شغال قبل كده في النادي الاهلي، لان الفكره دي والمكان دوت والاستاد دوت هو اللي وضع البذره بتاعته واللي وضع اساسياته واللي قدم المشروع واللي اعلن المشروع استاد النادي الاهلي هو المهندس محمود طاهر ومجلس ادارته، لكن زي ما حضرتك قلت وانا اتفق معاك وبضم صوتي لصوتك اني دعايه انتخابيه قبل 3-4 شهور كده من الانتخابات، يلا هوب نرمي البونبونيه الجميله اللي كل الناس بتجري حواليها وبتعمل البوم قبل الانتخابات عشان خاطر المجلس الاداره ده
ومع ذلك يعني شوف انا برضه انا بدي بنسب الحق لاصحابه وبدي كل واحد حقه، اديت المهندس محمود طاهر، لكن يحسب بقى الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي ان هم بيعرفوا يلعبوا او حط الحجر، بيعرفوا يلعبوا ميديا وبيعرفوا يلعبوا اعلام وبيعرفوا سواء نفسهم جدا جدا، وبيعرفوا يعملوا الهاله حوالين اي حاجه يا رب زي ما حضرتك قلت، حتى لو فنكوش هم بيعرفوا يعملوا من الفنكوش ده حاجه حقيقيه على ارض الواقع، بيحولوا الوهم وبيصوروا لجمهورهم وبيصوروا لكل اعضاء جمعيتهم العموميه ان دي حقيقه. لا انت عندك مشكله الارض دي، المهندس محمود طاهر لما اتكلم عليها وكان عشان خاطر الارتفاع كان المفروض اتبنى حجر الاساس وكان اتحط اساسات كمان للاستاد. احنا نتمنى للزمالك يكون له استاد والاهلي له استاد والاسماعيلي زي ما الاسماعيلي له استاد والاتحاد له استاد، يعني حاجه غريبه جدا استاذ صبحي، يعني النادي المصري نادي الاسماعيلي نادي الاتحاد السكندري لهم يعني عندهم استادات الاهلي والزمالك استاد افريقيا واسياد الشرق الاوسط كله وعرب وكل حاجه، ما عندهمش استادات، دي كارثه، دي كارثه وده تخطيط خاطئ في الناحيتين مش في حاجه واحده. لكن عشان دلوقتي انت لما تيجي كنت انا النهارده كنت اتصور مثلا او كنت يعني ارفع الكوبايه والشابو للناس دي لو النهارده تم قال ان دي الفكره بتاعت محمود طاهر ومجلس محمود طاهر مجلس السابق قبل كده، زي ما كل مجالس الانديه في الادارات اللي قبل كده بتدي كل واحد حقه، زي ما كل وزير بيجي يقول لك انا ببني على الوزير اللي قبلي، زي كل ما رئيس مجلس اداره نادي بيجي بيقول لك انا ببني على اللي قبلي. فالارض كان عليها مشكله عشان هي مرتفعه جدا، وهم كمان حتى دلوقتي في التخطيطات الهندسيه والحاجات اللي عملوها المجلس الحالي هيبتدي ينزل بالارض وهيفحط في الارض وهيعمل في عشان كده في الشيخ زايد في نادي الفرع الاهلي لما حصل الفنكوش الكبير بقى ومشروع القرن والكلام بقى بتاع المدينه الرياضيه وخلاص بقى شيلنا ده من ده ارتاح ده من ده كده والكلام ده خلاص رجعوا فيها، فنرجع تاني لمين؟ لمحمود طاهر. لكن انا بقول لك ناس عرفت تعمل بوابات للنادي عملت عليها هيلمان وعملت حفله وعرفوا يسوقوا نفسهم. هاخدك في الحته دي وافكرك كمان بالهاله اللي اتعملت حوالين ايه؟ البوابه اللي اتعملت وحوالين اعاده هيكله غرفه الملابس بالظبط، تحديث غرفه ملابس. ما بقول لك حاجه يعني احنا في بعض الانديه ومنها الزمالك مثلا كنت متفاجئ في الموسم ب 30 40 انشاء بس حمامات سباح بمباني كبيره صح، وما كنتش بتعرف مش بتعرف لا ما بتعرفش تعملها لمجلس اداره للجمعيه العموميه للنادي والجماهير النادي معلش بس محتاج لهذا الشو. لا لا انما الشو يتعمل لبوابه ثم لأوضة ملابس بتجددها طبعا ده امر عادي جدا، وبعدين لحجر الاساس اللي اتحط والناس هتسيبه وتمشي عادي زي برضو ارض التجمع، ما ارض التجمع نفس القصص الصبح بتاع النادي الاهلي، المهندس محمود طاهر حط حجر اساس هنا شلناه بس من هنا حطيناه هنا وقلنا ده جديد بتاع المجلس كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته ماشي. هم طبعا احنا مش انا مش بتكلم ان ده غلط، ولكن انا بتكلم بس ان انت تدي كل واحد حقه ننسب الفضل لاصحابه. يعني انا كنا حضرت كذا مره قبل كده مثلا يعني اجتماعات مثلا للدكتور اشرف صبحي يقول لك المشروع ده اللي عامله خالد عبد العزيز وانا بكمل عليه، كان قبل منا خالد عبد العزيز يقول لك الاستاذ البلتاجي هو اللي حط الفكره دي وانا بكمل يعني بكمل عليه، يجي رئيس مجلس اداره نادي لازم كده، وده اللي احنا بنعتاده على طول دايما في النادي الاهلي في نادي الزمالك الانديه الكبيره اللي زي دي. لكن انت دلوقتي المشروع زي ده لما تعرف تعمل اللي احنا شفناه النهارده ده والهيلمان اللي حصل، طب انا اقول لك حاجه، هو مش النادي الاهلي وكابتن سيد حفيظ وكل مسؤولين النادي الاهلي وموسيماني والجهاز الطبي وعم حارس والناس كلها عماله تشتكي من الاجهاد بتاع اللعيبه؟ طب انت مودي اللعيبه النهارده في عز الدور في عز الشمس والنهارده يوم حر ما يعلم بالله ربنا، يعني اللعيبه دي مش مجهده، اللعيبه دي مش تعبانه، اللعيبه يمكن بيعاقبهم على نقطه الجونه لو كان تعا كده عقاب انا موافق. طيب خليني قبل ما اكمل معاك انا استقبل الزملكاوي الجميل المحترم الراقي جدا اللي انا بعتبره واحد من رموز جماهير نادي الزمالك المؤرخ مصطفى فخراني. اهلا بيك يا ابو درش، مساء الفل عليك. أهلا كل سنه وانت طيب حضرتك. حبيبي اهلا بيك، كل سنه وحضراتكم طيبين. ربنا طيب يخليك بيمسي عليك اخويا كريم ابو حسين. اهلا درش. بيك يا استاذ كريم. يا درش ازيك يا حبيبي، ربنا يخليك. ازيك يا درش؟ انا يمكن قبل ما اتكلم معاك يا درش النهارده قريت لك حاجه على احد مواقع التواصل الاجتماعي، كنت عامل اقتراح بخصوص اعاده تقنين مساله القيد في قائمه الزمالك الموسم اللي جاي في ظل الازمات الماليه اللي بتلاحق النادي، ممكن تقولها لي؟ هو دايما انا دراستي كانت اقتصاد، انا كنت تجاره خارجيه قسم اقتصاد، فخدنا حاجه اسمها الابسوليوت ادفانتج او القيمه المطلقه، يعني انت لما يبقى عندك القائمه 25 وعندك الاساسيين مش بنفس قوه الدكه 16 17 لاعب، يعني دلوقتي عندي قيمه لعيبه اتصنفت في افريقيا ان هي اعلى قيمه لاعبين. ايوه طارق حامد بيتاخد احسن من ضمن احسن ثلاث لاعبين داخل القاره، فرجاني فاسي نجم منتخب تونس، يبقى انا لما اجي احافظ على القوام الاساسي ومعاهم سته او سبع لاعبين اقوياء على الدكه يبقى كل الزيادات انا مش عايزها. يبقى اللي ما اثبتش نفسه
مش مرغم ان انا اعمل قائمه 25 لمجرد الحشو. مش عايز تحول انه موظفين يعني. اه بالظبط. يبقى انا دلوقتي عندي 18 لاعب سوبر والباقي ناشئين. انا من بكره هستغنى عن 2 محترفين وخمسه لاعبين محليين من بكره. سميهم لي طيب. وفق. ايه؟ سميهم لي. لا ما انا بقول لحضرتك دلوقتي، انت دلوقتي مثلا كابتن محمود عبد العزيز بقى له فتره ما بيلعبش. زيزو ايوه. مش لو ما اداش في خلال الدوري دوت في خلال الشهرين ثلاثه اللي جايين، شكرا، بمستوى يسمح له يبقى بديل طارق حامد، يبقى شكرا طبعا. لا لو انا دلوقتي حميد احداد حتى لو بينتج دلوقتي، بس هو كلاعب مش ماشي مع القماشه بتاعت الزمالك. ما عندوش اتزان كده يعني، اتزان حركي يعني، هايبر تعرفش امتى بيقف امتى بيتحرك امتى بينطلق. فيبقى ده مش ده راس حربه اللي هيعوض مصطفى محمد طبعا. يبقى انا دلوقتي لما المسلوسي كمان ما اذاش نفسه واعرف انه بياخد مليون دولار، يبقى انا استغنى دلوقتي من بكره على مليون و700. ده يشغله 20 ناشئ يصعد للفريق الاول. يبقى انا دلوقتي لو عارض على اساسي مليون و400 ومشي حداد ومسلوسي، يبقى اديله ال 2 مليون يورو بتوعه ووفر. صح. انا دلوقتي عندي عقود لعيبه صغيره، لاعب بياخد 5 و6 و7 مليون وما بيلعبش في الموسم 5 6 ماتشات ب 50,000. يلا شكرا سلام عليكم. يعني انا هجدد اعاره مصطفى فتحي، لو ما اثبتش نفسه اجدد له اعاره وخلاص. هلعب ب 18 لعيب بتوعي الاساسي زي الاحتياطي، واكمل بقطاع الناشئين. يبقى انا حافظت على القوام الاساسي بتاعي، مفيش ضغينه. عارف اقول لحضرتك على حاجه، لما يبقى قايمه 18 كل الكبار هيبقوا موجودين، مفيش حد يطلع من السكور طبعا، لانك انت لو عندك سكور 25 هتطلع 7 عشان تدخل بسكور 18، او 20 دلوقتي هتطلع 5 عشان الكورونا. تجارة خارجية. خمسة هيزعلوا. تجارة خارجية بجد يا درش. قوة اللبس هتبقى أكثر هدوءا. وهتفتح المجال أمام الناشئين يبقوا قريبين من الفرص وقريبين من الملعب. عندك أسماء كتير حلوة محتاج أنت في الماتشات البسيطة والماتشات بتاعت الكاس تنزلهم، وهتلاقي مثلا واحد زي حسام أشرف، واحد زي أسامة فيصل، كل ده هياخد فرصته. بالظبط. يبقى أنت دلوقتي بتدعم حاجتين، قطاع الناشئين هياخدوا فرصة عقود صغيرة، وفي نفس الوقت استغنيت على 7 عقود كبيره. بالظبط. هي وجهه نظر تحترم جدا. أنا شايفها تصلح لكل الانديه مش للزمالك بس. لا هي في الزمالك. انا معاك يا مصطفى. انا معاك يا مصطفى، بس يعني برضو يعني معلش يعني خليني بس حته ان انت العدد 18 ده برضو في عز في كم البطولات يعني برضو. لا يعني صعب يعني. انا مثلا لو وصل، انا معاك والله فكره جميله، ومع نادي الزمالك كمان بالذات في الفتره اللي جايه والسنه اللي جايه. ده احنا خلاص، ده انت هتبتدي الانحدار من السنه، من الموسم اللي جاي طبعا. الكوارث اللي هتحصل في نادي الزمالك احنا كلنا هنلمسها بقى كمشجعين كمتابعين مع بدايه الموسم الجديد، وده اللي هيحصل، وده اللي مصطفى بيحذر منه من بدري. فكره رائعه جدا وقابله للتنفيذ وعلى ارض الواقع وسهله جدا، وهتوفر لك كتير وهتلغي لك مشاكل كتير. كفايه مشكله ساسي دي. لكن طبعا. انا بقول مثلا لو وصلنا بالعدد مثلا 20 22 يبقى معقول جدا، لان انت بتلعب في اربع، بتلعب في اربع بطولات او خمس بطولات كل موسم، ثلاث ايام مش هيعني. عشان كورونا بس. قصه كروس هنرجع تاني للقصه بتاع جروس اللي هم 14 لاعب بس. انت الزمالك غير مستقر نتائج ومستوى واداء، تحمل مين اكتر المسؤوليه يا درش؟ اللعيبه الحاليه ولا الجهاز الفني ولا اداره النادي؟ بص حضرتك دلوقتي، انت لو عند حضرتك دلوقتي شركه والموظفين يا اما منهم اللي بيزوخ يا اما منهم اللي بيسرقوك وما بيتعاقبش. لا الغلط على مين؟ الغلط على الاداره. بالظبط. يبقى المال السائل بيعلم السرقه. بالظبط. يبقى انت لو مشيت كل اللعيبه دي وجبت طقم جديد بنفس الشكل هتستمر هيعملوا كده برضه. اللعيبه في مصر كلها تقريبا 99% ثقافه واحده. مستوى واحد. مستوى واحد فكري ومستوى واحد ثقافي. صح. واورينتد مور اورينتد تو ماني، يعني ماني ستوكينج يعني هم اكثر توجها للمال قبل اي حاجه. كل لعيبة الكورة دلوقتي مفيش حاجة اسمها انتماء. لا لا لا. اللي سموه طموح واللي سموه مش عارف مين وعبد الله، مفيش ابن النادي. انا سجل بطولاتك كام؟ كله بيقول لك رصيد بنكك كام؟ بالظبط. مفيش ابن النادي زي زمان يا درش. خلاص بقى. لا لا خلاص. بص حضرتك دلوقتي ليه الناس بتقعد تقارن بالهاند بول؟ الهاند بول ما عليهاش سبوت اعلامي. يعني انت ممكن تسمع ان مثلا التربص بساسي
كل حركه يقول لك ساسي راح قابل فلان، ساسي راح قابل بيراميد، ساسي في الدحيل، في التجمع. لكن عمرك سمعت ان في حد في التجمع ساسي قاعد في التجمع؟ لا يعني انت سمعت ان في حد بيتربص ريحه الدرع؟ ولا احمد الاحمر ولا المجموعه ولا محمد علي ولا اللعيبه دهيت ما عليهاش السبوت الاعلامي ولا الاستفزاز الاعلامي. رقم واحد التفاوت في العقود مش كبير. ثالث حاجه ما فيش اعلانات للهاندبول. اول ما تظهر الحاجات دي برضه هيرجع نادي واحد اللي معاه الاعلانات ومعاه الفلوس هيرجع يسيطر على الهاندبول. صح جبت من الاخر يا درش. صح الرجاله والنخوه والحاجات ديت مش صحيحه. أنا جبت يعني ساديو ماني، ساديو ماني وصلاح هم اللي مضيعين ليفربول. لا ضعف الدكه هو اللي مضيع ليفربول. اصابات بتاعت فان دايك وفابينو وناقص الدفاع عشان فان دايك هو ده اللي مضيع بتاع مش. والناس دي طول عمرها في نفسانه ما بين ماني وصلاح وخدوا شامبيونز وخدوا دوري طبعا، لان هو لو ما وصلوش او لو ما نفذش الخطه هيتعاقب باحتراف. انا زعلان منك حاجه وعايز الفرقه تكسب حاجه تانية كمان. بمناسبه ان اليد وجبل بينهم مشاكل بس اللي يقف مع اسد بمناسبه عشان يعلى وياخد مكانه يا درش اللي احنا بنشوفه دوت غلط طبعا. وكمان مفيش تسريبات بتخرج من اداره النادي، يعني اخونا ابراهيم عبد الجواد مش موجود في اليد، لذلك الكره خربان يعني. عبد الله ابراهيم عبد الله يبقى احنا دلوقتي ما نقعدش نقارن. اللعيبه كلها شبه بعض يعني. انت لو بصيت لعيبه الاهلي كلهم متجمعين من امبي ومقصه وكده، ما حدش يجي يقول لك اصل الرجوله. هم كشف على رجولتهم او على نخوتهم او على مقدرتهم على الاداء فين؟ يعني هم ما كانوش رجاله في انديتهم القديمه؟ هو ما اتعملش انترفيو طبعا وشافوا مقياس النخوه عند كل لاعب. لا في تحفيز طبعا. معاك حق طبعا في كل كلمه قلتها، ودي دعوه للسحور النهارده على حسابي على الكلمتين الحلوين دول يا درش. ربنا يخليك. على بس يا ريت لو البرنامج باذن الله يكون، بس عشان رمضان وبرامج رمضان يا رب يكون سمع صوتنا يوصل. ان انت ما بص ما ينفعش، سوري انا اسف، جنش واسمه دوت وفتوح وشيكابالا مع احترام التاريخ شيكابالا مش هم الاولى بالتخديد بالارقام دي. ومصر كلها بتسمعك دلوقتي على فكره يا مصطفى. كان بياخد 800,000 جنيه، كان بياخد 800,000 جنيه في سموحه فتوح. السمسار بتاعه قال اللجنه ده مش عارف جاي له عروض وممكن يسافر، راح عماضي عقد ب 8 مليون جنيه. لا لا يلا انا كنت اصفره والله، كنت اصفره. ليه ابن النادي ياخد 8 مليون جنيه واحنا في الازمات ده اهي؟ مصطفى النهارده كل واحد وليه قيمه تسويقيه. وبعدين عواد عشان اكبر عقد في اللعيبه المحليين تقريبا مش عايزينه بره. واحد بياخد 20 مليون جنيه بس والله. كان جاي لنا حارس دولي برضو والله يا درش، يعني جاي النادي حارس دولي، حارس كبير وموهوب عواد. هو خد الموسمين بتوعه مقدم فبدا يزمزق من دلوقتي. طول ما فلوسه كانت في جيبه عادي ما يلعبش، وعادي بيزمزق من دلوقتي. فلازم نفهم عقليه اللاعب. هو ما خدش الموسمين مقدم. لا ما خدش الموسمين مع بعض يا مصطفى. ايه ما خدش فلوسه مع بعضها؟ لا انا خد جزء. لا 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 مش واخدهم. على عايز اقول لك ان انا يمكن عواد كان بيقعد معايا في المدرجات في بعض ماتشات افريقيا، والله بيشوط الطوب مع لعيبه الزمالك وهو بره القايمه. زملكاوي جدا لازم جدا. وبص هقول لحضرتك على حاجه معلومه للناس كلها، لاعب الاسماعيلي مش مهارات والتزام بس، روح. قالوا لي قلب ورجوله. طبعا. بص حضرتك حسني عبد الرب، احمد فتحي، عبد الله السعيد ما عندهمش تهريج، لعيبه الاسماعيلي ما بيهرجوش. طبعا. عشان كده القماشه من الاهلي بيدور عليها دايما في الاسماعيلي، شوف عمرو السوليه تاخد اللعيب التزام واداء ثابت ورجوله طول ما هو بياخد حقه، او حتى لو ما اديتوش حقه كامل بيفضل يلعب. متربي في ناديه صح. بص اعظم مدرسه الدراويش ومدرسه الفن والهندسه، بس حصل ازمات في الزمالك ضيع منه حاجات كتير هي والاسماعيلي. اخيرا بقى عايز اقول لك على حاجه، مصر كلها بتتفرج عليك دلوقتي، احنا بتشوفين اكتر من سيف زاهر واحمد شوبير. نورت يا درش وسعداء، والحلقه الجايه لازم تكون معايا هنا في الاستوديو ان شاء الله. باذن الله. تسلم، اشكرك جدا يا استاذ مصطفى. كلام منطقي، كلام يعني جد. في يعني برضه هو معاه حق، وبرضه هو بيتكلم بحكم دراسته، بحكم انتمائه لنادي الزمالك، بحكم مثلا
ان هو برضو مشجع محروق على نادي وعايز نادي احسن نادي في الدنيا كلها، لان حرام احنا كنا خلاص يعني كلنا زي ما انت قلت في المقدمه، انا كنت سمعتك قبل ما ادخل خلاص استبشرنا بنادي الزمالك اللي طالع بقوه الصاروخ بالزبط. ورجعنا تاني وخلاص، والقوه بقى في بالانس، بقى في بالانس بين القطبين الكبار اهلي وزمالك، انت تاخد بطوله ناخد بطوله، انت تكسبني انا اكسبك، انت تاخد بطوله من بره وناخد بطوله من بره، انت تاخد بطوله قاريه وناخد بطوله قاريه. لكن دلوقتي هنرجع تاني للقطب الاوحد تاني وهنرجع لنفس القصه دي، يعني زي ما انا برضو يعني بضم صوتي لصوتك، يعني هو ده نادي الزمالك اللي انت وعدت بيه معالي الوزير؟ لا. هو ده نادي الزمالك اللي انت كل شويه تقول له جميل وما تزعلوش؟ لو حضرتك مش زعلان على نادي الزمالك اكتر من الجماهير، اكتر من الجماهير مفيش امل، يبقى يعني حرام، يعني حضرتك لازم تكون اكتر واحد حاسس باللي بيحصل في نادي الزمالك دوت. مش كلمه اتقالت هي اللي تدمر يعني 50 60 طموح مليون واحد طبعا. يعني في 50 اقل حاجه يا عم، احنا 50 مليون بيشجعوا نادي الزمالك، مش كلمه يا واحده كريم. اتقالت نعاقب عليها، نعاقب بيها 50 مليون لا حرام، رجعت الزمالك لا. 20 سنه ورا يعني، يعني اللي اتبنى في 6 سنين اتهد في 6 شهور. مصطفى كان بيقول ما هم مش الله يرحمه بقى يعني صاحب المقوله اللي قال لك انا جايين نصلح ما افسده الظهر. آه. يا فندم انت جيت افسدت ما اصلحه الظهر. بالظبط كده، انت جيت افسدت انت وغيرك واللي بعدك واللي بعدك واللي جابك، يعني اللي جابوك وهم اللي بوظوا. الجماهير زعلانه كمان من تسريباته، من التصريحات الغريبه جدا لاخونا ابراهيم عبد الله، عامله حاله من الهياج عند الناس. طيب انت بتتكلم غير على مقبولة. انت بتتكلم على ان احنا مصر كلنا شايفانا، واللي مش هيشوفنا دلوقتي هيشوفنا على السوشيال ميديا وشوفنا على اليوتيوب والكلام ده كله. يا معالي وزير الدكتور اشرف صبحي المحترم اللي انا بحترمك وانت عارف العلاقه اللي بيني وبين حضرتك، ابراهيم عبد الله يعني ايه، يعني ايه مركز قوته في نادي الزمالك عشان يعمل اللي بيحصل ده؟ انا بقول له ماسك على عماد عبد العزيز ما بيعملش كده يا راجل، اللي قدك 50 60 مره بقى، وراجل قيمه وقامه على دماغنا من فوق، ورئيس لجنه مؤقته لا راجل كمان منصبه وراجل مستشار وكمان موقعه في النادي. هو مين ابراهيم عبد الله ماسك زله على مين في نادي الزمالك؟ انا والله لو شفته في الشارع ما هعرفه والله العظيم بجد. يعني ايه ده؟ يعني واحد كده طلع وبعدين ما خرج مره مشي من النادي واستقال، واستقال من النادي واعلى رسم الاستقال، وكسر وراه اولل وكسر وراه زير وكسر وراه كل الفخار اللي في مصر كلها واحتفل، هوب يطلع يتكلم. ايه الاجتماع يعني السري اللي رحت قعدته مع الكابتن بيبو؟ يعني عمل لك ايه سحرك بايه الكابتن بيبو عشان تطلع؟ الكلام ده خطير جدا يا باشا، مش طالع يقول لك انا قعدت مع الكابتن خطيب. انا بقول له انا بطالب المهندس محمد سراج، لا ما تقعدش مع ابراهيم عبد الله باشمهندس محمد سراج، والله انا محمد سراج ده بتاع شغله وبتاع فكره وبتاع وشغال كويس في نادي الاهلي. لا ما يقعد مع مين، ما يقعد مع مين، اقعد مع عضو مجلس اداره في نادي الزمالك يكون من نفس البوزيشن بتاعك، لكن ما تقعدش مع ابراهيم عبد الله. شوف انا بقى شوف وصل لدرجه ايه، ان واحد طالع يدافع عن لاعب النادي الاهلي اللي عنده كورونا او عنده اشتباه في كورونا وعمل مشكله وخد بطوله من ناديك، احنا بنهرب وبتكذب رئيس الرئيس بتاع قطاع بتاع كره اليد عندك في النادي، وبتكذب اللعيبه وبتكذب الموقع الرسمي للنادي الاهلي. الراجل ده الموقع الرسمي، الراجل قال لك الاثنين عندهم كورونا وممكن ما يشاركوش ومش هيلحقوا، والرابيد تيست مش معترف بيه. انت 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 مع مين يا عم؟ يعني انت مع نادي الزمالك ولا ضد نادي الزمالك؟ اداره الزمالك هي اللي تجاوبنا على السؤال ده. ما بيجاوبوش على حاجه، هم بس شاطرين. لو حضرتك لو حضرتك طلعت قلت كلمه مثلا مش على هوا هشام ابراهيم، مش على هوا عماد عبد العزيز، على الثالث على الرابع، يطلع يكذبك انت. لكن ابراهيم عبد الله يعني القصه انا بقول لك ده بقى خلاص بقى نادي، بقى كليه تربيه رياضيه. نادي الزمالك بقى كليه تربيه رياضيه. دكتور اشرف للأسف. دكتور كمال درويش، لا ما ينفعش كده، حرام حرام، راعوا مشاعر ملايين الجماهير من الزملكاويه اللي بتحرق دمهم كل يوم، سواء من الفرقه بقى، سواء على اليد، سواء على المشاكل اللي بتحصل بين اللعيبه، سواء على الاداره. الناس مش في الدماغ يا راجل، ده انتوا جايين لجنه عشان خاطر تصالحوا بس الناس اللي كانت زعلانه مع مرتضى منصور. انتوا هتجننونا كل يوم واحد جديد من اللي كان عنده مشكله مع المجلس السابق ومع رئيس النادي السابق، تجيبوا تصالحوا وتعمل له بطوله، تجيبوا تصالحوا وتعمل له كارنيه، تجيبوا تصالحوا وتعمل له عضويه، تجيبوا تصالحوا وتعمل له مبنى باسمه. في ايه؟ هو في ايه بجد؟ واضحه جدا الهدف كان لا في ايه بجد؟ تجميد مجلس يا باشا، يطلع بقى وقرار يقول لك ان كان المقصود كله ان احنا دلوقتي نصالح الناس اللي مرتضى زعلها، احنا اللي بنعمله ده كله عشان نصالح الناس. ماشي صالح الناس يا عم، على انا موافق صالح الناس اللي مرتضى مزعلها واللي زعلانه مع مرتضى خلاص، لكن نادي الزمالك حرام، فريق كرة في النادي حرام، فريق اليد اللي هيتدمر ده حرام. طالع بيقول لك اللعيب محمد علي طلب بياخد 3 مليون، ما بيخش 3 مليون ولا خد ربعهم يا عم، انت مجنون. ده هو له شهور مؤخره كتير يا عم، ده ولا الدنيا بياخد 6 مليون ولا لا 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 بجد حرام بقى بجد اللي بيحصل. يعني مع يعني بص يا الصبحي، عشان برضو اصل احنا يعني بوح الصوت بقى وخلاص وطف الصاع مننا في الامور دي. طيب الحل خلاص، لا بقى عند جماهير ولا بقى عند وزير ولا بقى عند لجنه ولا بقى عند لعيبه ولا بقى عند ما اي حد. الحل عند اللي عنده الحل، واللي عايز يصعد يصعد، واللي عايز يجيب حقه يجيب حقه. مين اللي عنده الحل؟ اللي عنده حل، كل واحد عارف نفسه اللي عنده الحل عنده الحل. انا مش خايف تقول للجمعيه العموميه، كنت اقول لك الجمعيه اللي جابت المجلس. اقول لحضرتك حاجه، الجمعيه العموميه مشكوره عملت اللي عليها تالت ومتلت طبعا،
والجماهير نادي الزمالك والسوشيال ميديا نادي الزمالك وانا وانت والفخرين كل الناس عملنا اللي علينا بتدعم بقوة. في بقى حل انت دلوقتي قدامك حلول وقدامك تصعيد مش في ايدينا احنا ولا في ايديك انت ولا في ايدين الجمعيه العموميه ولا في ايدين الجماهير. عارف الدليل على كده ايه؟ الدليل على كده ايه يا كريم؟ النهارده لحد دلوقتي ما حدش في مصر يعرف امتى انتخابات نادي الزمالك. كان المجلس المؤقت اعلن ان فتح باب الترشح في 1/7 على اللائحه الحاليه بتاعت مرتضى منصور. تمام. طلعت اللجنه الاولمبيه قالت لك احنا لغينا لائحه الزمالك وهنشتغل بالايه؟ باللائحه الاسترشاديه. طب ما القضاء الاداري رد على عليه. ما انا هقول لك وبناء عليه الانتخابات هترحل لشهر 11 يفتح فيها باب اذا عندنا نزاع بين هيئتين منهم هيئه قضائيه وانا اعرف ان احكام القضاء بتجوب اي احكام اخرى طبعا. مش كده؟ ازاي هاجل حكم قضاء واعمل بلائحه استرشاديه بتطالب بها اللجنه الاولمبيه؟ بص هي اللجنه الثلاثيه لما جت والكلام اللي قالته ده كله اصلا مش هيمشي. وانا بقول لك من دلوقتي وفي ظل الضغط اللي بيمارس دلوقتي من جماهير نادي الزمالك واعضاء جماعه نادي الزمالك، لا نادي الزمالك من اول الانديه اللي لم يكن الاول في اجراء الانتخابات اللي في الفتره اللي جايه. بعد الدوره الاولمبيه على طول هيبقى في استثناء نادي الزمالك وهيتم وعمل الانتخابات. كون ان انت الكرسي عجبك، كون ان انت بتروح للاستاد وتتصور دي عجبتك، ما تقوليش ان انت لغيت لائحه وعملت لائحه. انت لو لغيت اللائحه الثانيه دي يبقى انت وجودك اصلا في المكان ده غلط. انا عايز وزير الشباب يطلع يقول لي هيشتغل باي لائحه يا باشا. خلي يتحمل المسؤوليه فريق. هو على راس الهرم الاداري في مصر. ما هو طبعا دي بتاعته. بس انا بقول لك ان هو دلوقتي اصلا يعني انت مغير، انت اصلا ما تقدرش. الوحيد اللي يقدر مع الصيغه التنفيذيه بتاعه الغاء اللائحه بتاعه مرتضى منصور هو ممدوح عباس وما قدمهاش. ليه؟ لان كانت دي مساومه ان انا مش هقدم اللائحه ومش هقدم الصيغه التنفيذيه بتاعتها عشان ما تتطبقش، عشان خاطر انت كلجنه موجوده انت هترجعني مقابل ان انا مش هقدم الصيغه التنفيذيه دي. فدي كانت صفقه. في حكم من اربع خمس ايام او من اسبوع للمجلس السابق باعتماد اللائحه بتاعته وكل قرارات الجمعيه العموميه كمان، يعني كل العضويات اللي هم عايزين يرجعوها دول. بقى اللي طالع فيها حد من اللجنه بيقول لك لا اللائحه باطله ولا احنا. انا شخصيا يعني عارف اتخانقنا زي انت يا باشا. ما انا بقول لك خلاص بقى. هو يعني انت دلوقتي يعني الصبحي انا وانت دلوقتي يعني بنتكلم بندف في ملطه زي ما بيقولوا. ما خلاص يعني ما انا بقول لك كده. انا بقول لك الكلام ده عشان جماهير نادي الزمالك والسوشيال ميديا نادي الزمالك اللي عماله تحرق في دمها وعماله تقدم في مقترحات وعماله تقدم في حلول والكلام ده كله. الحل اللي عندي ولا عندك، الحل عند الصاحب اللي عنده المشكله يحل. اللي عايز يصعد يصعد، اللي عايز تجيب حقك هات حقك، لان احنا كلنا عايزينك تاخد حقك. ارجع بيك لاستاد الاهلي الجديد. ارجع النهارده كابتن محمود الخطيب في تصريح له قال لك احنا عارفين ان جماهير النادي الاهلي مش هتبخل علينا وهتمد ايديها في انشاء الاستاد. ارجع تاني بقى فلاش باك 3 4 شهور فاتوا لما قلنا نجدد لساسي. ها الناس هاجت وقال لك لا ازاي جماهير الزمالك، الزمالك بيشحت الحقيقه جدع ما عندوش فلوس. لما جينا نعمل نتكلم في موضوع الاستاد انا فاكرها كنا في حلقه موجود انا وانت وجماهير الزمالك اقترحت اكتتاب علشان استكمال المشروع وبناء الاستاد. المفاجاه ان مرتضى منصور رئيس النادي حين رفض وقال لك جماهير الزمالك مشكوره والزمالك قادر يمول المشروع بتاعه من غير اكتتاب ومن غير جماهير مدفوعه حاجه. ايه التناقض الغريب ده؟ هو يا ريته ما كان قال كده، كان ساب الدوله، كان سيبنا نعمل اكتتاب وكذا. ما علينا. وكل اصلا يعني يحسب لمجلس اداره الزمالك السابق رسمي هشام مرتضى كل الطفره الانشائيه وكل الحاجات اللي حصلت. وبالنسبه للكلام عن اللائحه بقى اللي انا وانت ما نعرفش فيه قوي، معانا المستشار محمود العسال طبعا. انا لسه كنت بقول لا يفتى ولا عسال في المدينه. سياده المستشار موضوع اللائحه ده لازم حد يوضحه لنا. محمود بيه يا استاذ صبحي ازيك؟ اهلا بحضرتك. الله يخليك. تحيات صديقنا كريم ابو حسين. حبيبي يا استاذ كريم. مع المستشار ازاي حضرتك؟ حبيبي ازيك. قول لنا بقى انتخابات الزمالك الناس مش فاهمه هتتم على لائحه جديده ولا لائحه قديمه، وهتبقى في شهر 7 ولا في شهر 11 ولا مفيش انتخاب من اصل؟ يا شكلها مفيش. الخط فصل؟ تاني يا احمد هات لنا والنبي المستشار محمود لو كان قطع الخط. بص الناس لما صدقوا نفسهم خلاص. يعني انت عارف ايه زي ما يكون مثلا ايه، انا جاي مثلا هقعد في مكان معين هدير القناه دي شهرين، فوالله عجبتني القصه بقى وعجبني الشو وعجبني بكمل. البتاع فاقول لك ايه، طب ما ده القناه لسه عايزه تتهد وتديني من اول وجديد او نحط حاجه رئيسيه فنقعد بقى نعمل زي كده زي بص الصبح عشان برضو الناس ما تفهمناش غلط في الموضوع ده. انت كنادي اهلي او اي نادي تاني، كابتن محمود الخطيب او اي مجلس اداره من حقه انه يعمل كده، ولكن انا بتكلم في حاجه ان انت يعني هي ميزه والله العظيم هي ميزه بجد. هم بيعرفوا يسوقوا نفسهم طبعا في كل حاجه. وخلي بالك في كمان مؤسسات وعناصر بتساعدهم بدون الاهلي ما يطلب المساعده. خلي بالك الاهلي ما بيطلبش المساعده. لا ده الدنيا كلها انت الزمالك بقى اللي بيمد ايده لطوب الارض ما حدش بيساعد. لا طبعا لا بس ده دلوقتي الله ما شاء الله يعني الايام دي كمان ما شاء الله يعني
من الكل من كل فج عميق كل فلوس عماله تيجي الزمالك دلوقتي اللي كنا بنتحايل على 10 مليون و5 مليون يجوا يحلوا ازمه ايام المجلس السابق، دلوقتي لا بتروح للراعي بيديك 20 و30 مليون، وزير بيتكلم لك وده بيتكلم لك، وكل الناس عايزه تدعم دلوقتي عشان تثبت ان عشان تثبت ان كان في حاجه غلط. لا بالعكس، ده انت في عز الدعم وعز الفلوس وانت غلط. مستشار سعاده المستشار، مساء الفل عليك. انا بقول لحضرتك موضوع اللائحه ده عايزين نفهمه، انتخابات الزمالك هتقام بلائحه استرشاديه ولا اللائحه الموجوده المعتمده لائحه مرتضى منصور؟ حضرتك يعني هو اتحرك كده بالتليفون والنبي. الشبكه عنده مشكله. انت عندك مشكله في الشبكه؟ انا ايوه الشبكه. اه كده كويس، هي الحدائق كلها يا ريس فيها مشكله. ايوه معاك، ما انا من الحدائق معاك برضو، عارف الشبكات عندك وحشه. لا في المكتب. لا يبقى ده حلو عندنا احنا، العيب عندنا يعني. طيب قول بقى. بص يا حبيبي، بص يا استاذ الصبح، اتفضل. هو من ثلاث شهور تقريبا كان صدر حكم ببطلان اللائحه اللي كانت عاملها المستشار مرتضى منصور بالظبط مركز التسويه والتحكيم. بغض النظر بقى عن سبب او اسباب الابطال اللي هي اسباب غير قانونيه اللي حطوها، لكن ما علينا، لان انا كنت معصر الموضوع ده. المفروض بصدور هذا الحكم بنرجع للائحه الاسترشاديه، لان الانتخابات عمرها ما تقام على هذه اللائحه طالما صدر حكم ببطلانها. طيب، وبالتالي فان الانتخابات اللي جايه ان شاء الله هتكون على اللائحه الاسترشاديه اللي كانت حطها اللجنه الاولمبيه. طيب هو مش في حكم خده رئيس نادي الزمالك السابق المستشار مرتضى منصور من ايام بالغاء بصحه اللائحه بتاعت النادي وجميع قرارات النادي؟ لا بص حضرتك، القضاء الاداري، اخر حكم القضاء الاداري من اسبوع. لا بص يا فندم، بص يا فندم، عشان بس ما يبقاش في لغط والناس تفهم، لان ده هو اللي يهمني بالظبط. المستشار مرتضى منصور لما كان في نزاع في بدايه الامر مع اللجنه الاولمبيه بخصوص اعتماد اللائحه اللي هي اتلغت دي، فساعتها طعن قدام مجلس الدولة على قرار السلبي بالامتناع عن اعتماد اللائحة. طبعا القضية تداولت وكل حاجة، صدر حكم لصالحه كالآتي، بيقول كالآتي، خد بالك، بيقول اعتماد الجمعيتين بقراراتهم ما عدا لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك، دي لازم تعرض على اللجنه الاولمبيه عشان يوافق عليها. رجعك ليهم تاني صاحب. هو ده اللغط، لان لما اتنشر القرار القضاء الاداري ما اتقالش مع عددي بالظبط، قال لك اعتماد. لا كانت موجوده، كان موجوده يا استاذ كريم. تمام، احنا ما ناخدش بالنا، الناس مش قادره تفهم النواحي القانونيه بالظبط. انا طبعا اعتبار قرارات الجمعيتين العموميتين نافذتين بذاتهما سليم ما عدا لائحة نظام الأساسي لنادي الزمالك، لازم موافقة، هي تاخد إجراءاتها. لا مش موافقة، كان موافقة شكلية للجنة الأولمبية، فهي كده اللجنة الأولمبية لما رحت لها وافي وخلاص بقى ما فيش مشكلة، خلاص أنت معايا. وبالتالي حكم المحكمة الإدارية لم يتعرض من قريب أو بعيد للائحة، واخد بالك، وبناء عليه لما صدر هذا الحكم فمالوش علاقة، فأصبح الحكم اللي هو اللي قائم دلوقتي هو حكم مركز التسوية والتحكيم ببطلانه. طيب سؤال تاني، هل بموجب هذه اللوائح وهذا الكلام وهذا اللغط، هل هناك ما يمنع من ترشح المستشار مرتضى منصور تاني في انتخابات الزمالك؟ خالص مفيش. ليه بقى؟ هقول لك ليه. القرار الصادر بتاع 10 الصبح بيقول ايه؟ معاك. مجلس إدارة رئيس نادي الزمالك، مجلس إدارة نادي الزمالك، خلاص، إلى أن انتهاء تحقيقات النيابة أو انتهاء مدة مجلس الإدارة. يعني القرار ده ساري وقائم حتى انتهاء مدة مجلس الإدارة، أو ما تنتهي مدة مجلس الإدارة القرار يعتبر كأن لم يكن، كل حاجة بترجع لنصابها. طب والمدة لا انتهت ولا مرتضى منصور اتحول للنيابة؟ أيوة دي بقى حاجة تانية.
تاني. انا بكلم، انت بتسالني على ترشح حضرتك دلوقتي. يعني القرار اللي صدر ده لا يمنع اطلاقا المستشار. كلام جميل. من بعيد ولا في اي اسباب، ده قرار صدر بخصوص مده معينه اللي هو المجلس الحالي. طب القرار ده بينتهي امتى؟ لما المجلس ينتهي. طب قرار المجلس انتهى في 7 أو 8، اصبح القرار ده هو العزل خلاص. اي سلطان سوق الصوت راح خالص. هو كده انت حضرتك كده وصلت الحدايق. الصوت وحش. الصوت مش واضح خالص. عموما الجزئيه اللي كانت تهمنا جدا مساله اللائحه اللي هتقام عليها الانتخابات، انا بشكر حضرتك جدا، لان احنا كمان كصحفيين والله ما كنا فاهمين هتقام على اي لائحه. ولا خبر دلوقتي وضحت جدا. اشكرك معالي المستشار محمود العسال، ودايما معانا ان شاء الله على خير. دي اللي فكت اللغز يعني. بالزبط. يبقى كده صح، يبقى احنا نمشي على اللائحه الاسترشاديه صح. يبقى انت فعلا هتضطر تستنى فعلا تمشي بقى على مش من اول 8 على 11 على 11 مش من 7 وانتخابات 8 زمان. لا خلاص بقى، ما هو كده بقى. وان مرتضى منصور يحق ليه الترشح ده خبر، ده اعتقد ان ده خبر يسعد ملايين الزملكاويه. وده طبعا ده كان وده مهم، حاجه مهمه جدا. طبعا بالظبط. يعني هو اصلا واحنا عارفين من البدايه ان ترشحه ما فيش حاجه عليه، يعني الا اذا كان هم بقى ليهم راي تاني بقى بعد كده برضه. يعني انت ايه رايك في كارترون؟ عمر ربنا ما يكرم الزمالك طول ما كارترون موجود. طب ممكن توصل الجمله دي لاحمد جمال؟ لانه بيدافع عنه بالسمات. خلي بالك، عشان هو كان انا مش بتكلم على كارترون ناحيه فنيه، انا بقول قد يكون كارترون من الناحيه الفنيه افضل من باتشيكو، لكن انا بقول على الراجل اللي خلع التيشيرت عشان شويه دولارات زياده. عمر ربنا ما يكرمه، اقسم بالله لو هيجيب كاس العالم للانديه المفروض انه يكون مفروض. هو اصلا مش ربنا، مش احنا فوجئنا ان اللجنه بتجيبه تاني بعد شهور قليله من بص الصبحي. انا اقول لك حاجه، كارترون افضل من موسيماني فنيا ونتائجه ومبارياته قبل كده والكلام ده كله، وتجربته الاولانيه مع الزمالك وتجربته مع الاهلي. لكن ربنا يعني ان انا شايف، يعني انت شايف موسيماني يعني تفوق على كارترون، وهيتفوق على كارترون. عارف ليه؟ عشان في عناصر اللي الدفع. عمله لا كمان حاجه تانية، اللي عمله كارترون ده لا انا ولا انت ولا اي حد في الزمالك هيسامحه عليه. احنا دلوقتي حتى لما بنقول احنا هندعمه وهنعمله، لكن من وراء قلبنا لا، مش هينفع. انت ظلمت، وبعدين كارترون بيمشي الامور بالحب والكره اللي ما حدش يعرفه بقى بين اللعيبه، وفي لعيبه كتيره جدا. يعني واحد زي احمد عيد ده، انت كنت تتخيل ان احمد عيد او امام عاشور ان هم بعد ما خدوا الفرصه دي كلها اثبتوا وجودهم في كندا عشان خاطر مثلا هو الباشا مش عاجبه الاثنين دول، مش مثلا طب قعدهم مثلا، طب ما احنا فضلنا محمد حسن مثلا او زيزو او عنتر او ايمن حفني او كله قاعدين على الدكه سنه وسنتين، ايه المشكله؟ لكن انت لا، انزل هوب اقضي على الموهبه دي، اقضي على المستقبل ده، اقضي على النجم ده. لا ما ينفعش. انا بقول لك انا فنيا انا مش هتكلم. انا مثلا واحد من الناس كتبت على صفحتي ان انا من اول ما كارترون هيمسك انا رافضه ورافض عودته، عشان الموقف اللي عمله وضيع علينا بطوله كانت هتجنب نادي الزمالك كل البلاوي السوداء اللي احنا فيها دي. بطولة افريقيا دي كانت نقطة فارقة في تاريخ نادي الزمالك. والله لا، انت لو خدت البطولة دي ولا 5 سنين تاخد بعدها حاجة ما كانش مشكلة. يا باشا لا مش كده، ما كانش كل اللي حصل ده حصل طبعًا. ما كانش الهدم اللي حصل ده طبعًا. حصل، ما كانش الاستبعاد اللي تم، ما كانش المجلس التدمير كمل. ما كانش قرار التجميد كان في انتظار لحد كان لحد دي، واللعبة اتلعبت صح، والضحية نادي الزمالك واتخططت صح، وجا زي ما كابتن عدلي قبل كده قال. يعني الامور جرت لما خطت لها. لا في الزمالك يا فندم يعني ومتكامله الارقام بقى، يعني زي ما بيقولوا كده قضيه متكامله الارقام اتنفذت واتعملت عشان خاطر وقف نادي الزمالك وستوب لحد كده، عشان انت كده مش هينفع، انت كده بتناطح. طبعا احنا بنتمنى الزمالك ما يتاثرش بغض النظر عن وجود هذا المدرب ضد رغبات كتير من عشاق نادي الزمالك، لكن دايما المكسب هو بيكون الخيار الاول عند الكل. وبمناسبه المكسب، بكره الزمالك عنده مباراه فارقه، هل هذه المباراه قد تلعب دور في مصير كارترون مع الزمالك؟ لا تغيير كارترون صعب، وانا كمان وانا واحد نشوف. انا مش مش يعني يعني انا بتمنى يكسب عشان الناس ما تقولكش عنده مباراه الصبح. لا يا باشا، والناس بتقطع فيه، مش بنقطع. لكن انا بقول لو لا قدر الله في نتيجه سلبيه، مين هيحتمل بقائه اكتر من كده؟ لا هيتحملوا، ما عندهمش خيار تاني. لا ما هو ضيع لك خلاص بطوله افريقيا اللي جايه علشانها، وضيع لك الدوري. هتقعدوا تضيع ايه؟ الدوري لسه بدري، يعني لسه انا بقول ساعتها في او انا حتى من قبل الماتش ده، احنا طبعا مش هنفرض. انا قلت اسامه نبيه، اقسم بالله بعد الماتش اللي فات انا قلت اسامه نبيه يكمل هيبقى افضل من كارترون.
بص دي برضو من الحاجات برضو الخفيه اللي الناس برضو ايه، عشان ما يبقاش موضوع التصريحات ومش التصريحات اللي بيقعدوا يضحكوا علينا بيها دي ويطلعوا يقولوها على الموقع الرسمي على الجروب الرسمي للنادي، ان برضو في يعني دي اتقالت، وده كان احد الاختيارات اللي هيتم تنفيذها الفتره اللي جايه. فكارترون عرف الموضوع ده من خلال وكيله اللي بيطلع يحاول يصدر مشكله كابتن اسامه نبيه. فالامور بصراحه ما فيش ضبط وربط، زي ما مصطفى قال لك في المداخله، ما فيش معلف، ما فيش ريس. وده بيفسر لنا طلب كارتيرون في وقت قليل من كام يوم انه بيطلب جواز سفره من اداري الفريق. بص كارتيرون نفس الطريقه، ما هي يا باشا ما انا بقول لك، هي اصلا انت يعني هو طلب جواز سفره بالفعل، طلب رجوعه غلط، ما بني على باطل فهو باطل. وانت عمر ربنا ما هيكرمك لما عشان غدرت بمدرب وعشان غدرت بلعيبه وعشان عملت امور اصلا مش في الكوره، مش باتشيكو اللي يمشي في التوقيت ده. والكارثه حتى بقى لو انت لو بنفس المنطق يبقى ماشي بقى كرتون قبل ماتش بيراميدز بقى. طب ما دام بنتكلم بيراميدز ناخد معانا الهضبه، مش عمرو دياب طبعا، عماد دربال. يا عمده يا محلل يا فني عظيم، ازيك حبيبي يا استاذ؟ ربنا يخليك، ازيك وازيك يا كريم؟ خلعت انت النهارده زعلان. الاول عايز اعزيك يا كريم في ربنا يرحمها يا رب ويجعلها من اهل الجنه ويرحم كمان والده اخونا الاستاذ منتصر الرفاعي. اللهم امين جميعا يا رب، اللهم طيبين. انت طيب يا حبيبي. قول لي، بنتكلم بكره عن مباراه ديربي، من وجهه نظري مباراه مهمه جدا، الزمالك وبيراميدز، انت شايف الحلول فين للزمالك والبيراميدز يا هضبه؟ والله بص يا كابتن، بص انت والكابتن كريم، المشكله عندي في فريقي دلوقتي الاكبر مش فنيه يا استاذ صبحي، انا مشكلتي دلوقتي بان فريقي فقد هويته كفريق بطل بينافس على البطولات. بالظبط، ان فريقي فقدنا عليه السيطره. احنا كان عندنا مرتضى منصور وكان عندنا اداره مسيطره على فرق نادي بالكامل، احنا دلوقتي اصبح ما فيش انضباط ولا في سيطره على كل اللعيبه في اي اتجاه، اللي عايز يعمل حاجه بيعملها، ده رقم واحد. الحاجة التانية نفسيا الولاد متدمرين وفاقدين الثقة وعارفين ان هم ممكن ينزلوا في اي ماتش يخسروا بالزقة وبالعافية. لا وفي ناس منهم بتتدلع عشان برضو ما ناخدش المسألة في اتجاه واحد، لا في لعيبة لا تستحق شرف الانتماء للزمالك. أيوة طبعا، ومقصرين جدا، لكن انا عايزك تكلمني كمان عن ناحية فنية بعيد عن المشاكل. الناحية الفنية بص يا استاذ، خلينا نبدا كده من بداية من حراسة المرمى. تمام، انا عندي حارس عظيم اسمه محمد عواد، احنا جايبينه هو احسن حارس في مصر. اتفق معاك، احنا الراجل ركننا لما طلع عليه عنكبوت على الدكه، مش عارف انا ليه، يعني ممكن يبقى مهزوز بكره على فكره. ايه ممكن يتهز جدا بكره لانه عارف كل العيون عليه. انا مش هبدا، انا مش هبدا باحمد نادر واذيه بالشكل ده. بالظبط طبعا، انا كده كده عندي النهارده ابو جبل عنده كورونا، وجنش صراحه مش في حالته خالص، عنده جنش يعني تحول لثغره كبيره في حراسه مرمى نادي الزمالك، فانا ما عنديش حل. جنش موجود بكره في الماتش. اما مين؟ جنش موجود بكره، موجود بديل يعني. موجود جنش؟ اه في التشكيل بديل، لكن عواد موجود في القايمه الاتجاه ان عواد اللي هيقف فعلا. يا عماد يا جماعه، ما هو بصوا، هو اصل عواد مش هيعمل مصايب اكتر من اللي معموله فعلا. صح، فخلاص ما دام انا كده كده الحكايه خايبه، يبقى ادي فرصه للحارس الكبير اللي انا دمرته. بس ده حسابيا، يبقى انا ضفت قوه كبيره للفرقه. يعني عواد لو رجع لمستواه، اولا هقدر اهزم محمد ابو جبل وجنش، ده رقم واحد، يتهددوا بحد تاني طبعا. ثانيا هبقى كسبت حارس عظيم بقى معايا في الفرقه. مفاتيح فوز الزمالك بكره ممكن تبقى فين؟ والله بص، انا بدي دايما ثقه كبيره جدا جدا لاشرف بن شرقي واحمد سيد زيزو لو في حالتهم، لو منضبطين في الملعب. مين التاني؟ خصوصا كمان مين التاني؟ احمد سيد زيزو. احمد سيد زيزو خليك كمل، خليك اشرف بن شرقي. ماشي، انا عندي قوه كبيره جدا في الحته اللي تحت المهاجم، لان انا خلينا اتكلم بما يرضي الله، انا ما عنديش مهاجم. صح، انا بعد رحيل مصطفى محمد ما عنديش مهاجم. مع كل الاحترام لمروان والجزيري، لعيبه ممتازين قوي، ولكن مش قد نادي الزمالك. خلينا نتكلم بما هبقى اسال اللي. هبقى اسال كريم بعد ما تخلص، مين اللي جاب الاثنين دول نادي الزمالك؟ ابراهيم عبد الله. من غير ما تقفل. الله يسامحك. ما علينا، برضه في الجانب الاخر، لان احنا بنتكلم عن فريق مصري وفريق كبير جدا ومهم، عناصر الخطوره في الفريق المنافس اللي ممكن برضه ترجح كفته، ايه من وجهه نظرك يا عمده؟ والله بيراميدز فريق متكامل في كل الخطوط، بدايه من حراسه المرمى، مرورا باحمد فتحي، بعبد الله السعيد، برمضان صبحي، الفريق بالكامل نجوم صراحه، ما تقدرش تتكلم على لعيب واحد. خط الدفاع تقول لي احمد ايمن منصور وغيره، فريق تقيل جدا صراحه. لكن خلي بالك ان بيراميدز دلوقتي ما هوش في حالته بتاعت السنه اللي فاتت. بيراميدز فقد نقط كتيره جدا جدا وتقريبا خارج من بره المنافسه. يعني الفريق كبير، يعني فرق كتير. مفاجاه بالنسبه لي، انا بقول بيراميدز كان دايما هيكون الضلع الثالث او مش ضلع لحد دلوقتي. يعني انا لغايه دلوقتي اقول لك ان سيراميكا مثلا يكون بيأدي بشكل افضل من بيراميدز. بيراميدز ما هوش في الصوره بالنسبه لي قوي، ولكنه في الاخر زي ما حضرتك قلت يا استاذ صبحي، هو ديربي طبعا. يعني انا بيراميدز لو لعب
وخسر من غزل المحله ولا خسر من اي فريق هيجي قدام نادي الزمالك هيبقى عملاق، هيبقى شكل مختلف تماما. لا ده كل الفرق كده زي كل الفرق، ما بالك بقى كلها بتحاول ليفربول قدام الزمالك مقاولين بقى مانشستر هيقلب بكره هيبقى تشيلسي قدامنا ده 100% يعني. طب قبل ما تروح تتسحر بقى، توقعاتك لنتيجه المباراه اللي هنحاسب عليها عماد دبال الحلقه الجايه؟ والله لو فريقنا يعني نزلوا، بص بكلمك تاني حكايه مش فريقنا مين اللي هم مين انا مش عارف، بنشجع بيراميدز ممكن بنشجع بيراميدز ما اعرفش، ما انا اكيد مش بيراميدز يعني انا زملكاوي هتلبس نسيبه اصل الصبح. لعيبه الزمالك لو نزلوا بكره رجاله وفي حالتهم احنا نكسب اي حد في الدنيا، مش بس مش بس الاهلي وبيراميدز. فانا بعول على رجوله اللعيبه بتاعتنا ان هم ينزلوا بكره يقاتلوا، هنكسب ان شاء الله 2-0. وانت نورتنا وشرفتنا يا عمده، ودايما معانا حاضر بصوتك وجثتك هنا في الاستوديو. ربنا يخليك يا حبيبي، حبيبي ربنا يخليك، شكرا يا عماد، تسلم حبيبي، تصبر. انت عارف الصبحي الرهان على ايه؟ الرهان على لعيبه الزمالك والله بجد، يعني اللعيبه دي بس هي فعلا زي ما عماد بيقول لك كده، يعني يبقوا فايقين بس. انت لو جيت كده مسكت كل خط في نادي الزمالك مثلا وكل اللعيبه الكبيره من اول ونش محمود علاء عبد غني جنش ابو جبل، يعني حتى شويه اسماء تقيل اسماء، يعني انت لسه مكمل بقى طارق حامد سياسي حتى البدلاء، يعني انت عندك محمد عبد السلام يعني منتخب اولمبي يعني، عندك الحارس اللي مشي، انت كفرقه كامكانيات فرديه وككل لاعب لوحده كده ككل خط لوحده انت الاقوى في مصر. عمالين يقولوا لي نزلنا سؤال الجميل، نزلنا سؤال الجميل، عايزين نمشي كريم يعني. انت الاقوى في مصر ماشي. انت الاقوى في مصر، بس انا بس رجاء من لعيبه نادي الزمالك كلهم اصحابي واخواتي وحبايبي، يعني الكوره في ملعبكم دلوقتي، يعني العبوا عشان جماهيركم، العبوا عشان احنا، العبوا عشان نفسكم، انسوا كل الخلافات وانسوا كل المشاكل اللي بينكم. وفي كل الخلافات كل انا شايف حاجة. الزمالك برضو قريب جدا والبطوله سهله، انا بقول لك ويقدر انه بكره الماتش بتاع الزمالك بكره النهارده بقى بلاش بكره النهار. يعني الماتش شرفتنا ونورتنا يا كريم، والحلقه جريت معاك جدا ولينا لقاءات كتير متعدده، سعيد اني كنت معاك. انا اللي اسعد طبعا، انا يعني بشكر اخويا وصديقي الدينامو كريم ابو حسين. هستاذنكم اطلع في فاصل ونرجع نستقبل تليفونات الجماهير. اهلا بحضراتكم مره تانية، ومع حسن الختام زي ما نقول فقره الجماهير اللي دايما بنسعد ان هم يكونوا موجودين معانا وبيشاركونا حلقتنا. السؤال قدام حضراتكم على الشاشه موجود، ايه سر تراجع مستوى ونتائج الاهلي والزمالك في الفتره الاخيره؟ انا شايف يمكن هذا التراجع بيخدم شويه البطوله، بيخلي الفوارق دايما قريبه، بيعمل ازمه عند الاهلي وازمه عند الزمالك. الزمالك بيخسر الاهلي بيخسر، الزمالك بيتعادل الاهلي بيتعادل، ده معناه انه الدوري هيكون موجود معانا في الملعب، على عكس مواسم سابقه يمكن البطوله كانت بتحسم في الدور الاول. فانا شايف انه هذا التراجع بيخدم الدوري العام مش بيخدم الفريقين. فانا اتمنى انكم تشاركونا معانا وتكونوا موجودين، وهنفتح لكم المجال تقولوا اللي انتم عايزينه. وزي ما قال عماد درباله قبل ما ما ما, ما اودع ضيفي كريم ابو حسين، ازمه الزمالك بكره مش ازمه فنيه ولا امبارح ولا اول امبارح، هي فعلا ازمه نفسيه. لعيبه الزمالك مش واقفين على ارض صلبه، لعيبه الزمالك يبدو ان هم اتعودوا ان دايما يكون عندهم كرباك في ظهرهم وهم بيلعبوا. معانا مين يا احمد؟ طيب معانا الاستاذ مصطفى فتحي من الهرم، اهلا بيك يا استاذ مصطفى. استاذ صبحي ازي حضرتك، ويعني نشكرك على البرنامج الجميل الرائع دوت. ربنا يخليك يا درش، تسلم. الله يخليك. قول لي بقى، عندك بكره مباراه مهمه جدا، وقبل المباراة بنقول ايه التراجع اللي في سر التراجع اللي في مستوى الاهلي والزمالك؟ بص، تراجع نادي الزمالك بيرجع لدلع اللعيبة بس، دلع اللعيبة للاسف يعني، عشان ما فيش ادارة قوية فاللعيبة بتتدلع، ما عندهمش انتماء للفانلة البيضاء، وما يعرفوش يعني ايه جمهور الزمالك اللي هو عاشق للكورة والفن والهندسة. للاسف هم ما يعرفوش يعني ايه جمهور بيعاني من التعادل او من الهزيمه، لو هم يعلموا ان الجمهور بيتعب قد ايه وبيتضايق وبيتحرق دمه ازاي، مش هيعملوا كده ابدا في الملعب، انهم بيضيعوا نقط سهله جدا من اقل فرق الدوري او اخر فرق للدوري. شكلك زعلت بعد ماتش المقاولين يا درش. ماتش المقاولين هو حرق ودمنا بدلع اللعيبه، يعني ما تبقاش انت مسيطر تماما، كانت حوالي حاجه 73% في الشوط الاولاني، وصلت 80 زي دوت في الشوط الثاني. معاك بالظبط، مش ممكن يعني، مش ممكن. احسن لعيبه في مصر كاسامي مفيش مقارنه باي نادي ثاني، ونوصل للنتائج دوت طبعا بيحرقوا دم الجمهور بصراحه.
مش ممكن. لازم لعيبه الزمالك تفوق شويه وتعرف انهم وراهم جماهير بتحب الكوره، جمهور عاشق للكوره، جمهور الزمالك الجمهور الوحيد العاشق للكوره. اتحدى ان اي واحد من جمهور الزمالك ما اعرفش كل حاجه عن نادي الزمالك، لو قلت له قول التشكيله هيقول، لو قلت له قول ال 30 لعيب اللي متسجل في القايمه هيقول، بعكس اي نادي تاني، لان جمهور الزمالك ذواق وهم لازم يفهموا كده كويس. شرفت النهارده يا درش، شكرا على مكالمتك. انا طبعا بتفق مع معظم اللي قاله مصطفى، الزمالك بالفعل كيان كبير واسم كبير جدا، اللعيب اللي ما يقدرش قيمه هذا الكيان اعتقد انه المفروض ما يكونش له مكان في الفريق. معانا مين يا احمد؟ طيب لحد ما الو، طيب لحد ما يجي لي الاتصالات بتاعت حضراتكم، عايز اقول انه كارتيرون انا من وجهه نظري رحل عن الزمالك في توقيت خطا، رجع في توقيت خطا للاسف نتيجه هذه الاخطاء بيدفع ثمنها الزمالك دلوقتي. لو الامور ماشيه بشكل طبيعي انا اتصور ان الزمالك كان زمانه متصدر وفارق بفارق كبير جدا عن اقرب منافسيه في الدوري، لكن النهارده انت يوميا بترفض الهدايا، واتمنى ان الزمالك ما يرفضش بكره هديه الجونه بالتعادل مع الاهلي، لانه الدوري السنه دي من وجهه نظري هيستمر لاخر البطوله، وده هيبقى سر جماله. مش شرط دايما سر الجمال يبقى الاداء، ممكن يبقى الاداء دون المستوى، لكن الاثاره والنديه موجوده على طول الخط. بكره الزمالك زي ما قال كريم ابو حسين بيلعب مع فريق كبير جدا اسمه بيراميدز، عنده امكانيات عاليه قوي، لكن ده مش بيراميدز اللي كنا بنراهن عليه وبنقول له سنه والتانيه ممكن يكون بطل الدوري او فريق بيسجل حضور قوي على الاقل في المربع الذهبي. النهارده بيراميدز يبدو انه مشغول اكتر بالمشاركات العربيه او الافريقيه على حساب المستوى المحلي. طيب ارجع تاني لتليفونات حضراتكم واخد احمد زيدان من الغردقه. اهلا بيك يا استاذ احمد. اهلا بيك استاذ صبحي، تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل متابعينك ومشاهدينك. اهلا بيك. وبقدم عزائي طبعا لزميل حضرتك الاستاذ منتصر. طبعا طبعا بقاء لله. الحاجه الثانيه، احنا كجماهير الزمالك، حضرتك اتكلمت مع المستشار محمود العسال عن اللائحه، واتكلمت مع الاستاذ كريم ابو حسين بوضوح في كل شيء، لكن احنا كجماهير الامور بالنسبه لنا واضحه وصريحه. يعني تراجع المستوى في نادي الزمالك تراجع المستوى في نادي الزمالك كل ده عشان خاطر رئيس نادي الزمالك تم تجميده بقرار في وقت خطأ، وكان عندنا مباراة إفريقية وكان عندنا دوري وكان عندنا كل حاجة، فتم تدمير نادي الزمالك منذ هذه اللحظة. نرجع تاني، رجوع كارتيرون كان أكبر خطأ. أنا في رأيي الشخصي كشخص من الجماهير العادية خالص على السوشيال ميديا، كارتيرون جاء ليخون وبالفعل دمر الزمالك. طيب ده بالنسبه للزمالك، طب والاهلي من وجهه نظرك برضه؟ ما هو الاهلي ما كانش عنده مرتضى منصور ومستواه متراجع. انا كل اللي اعرفه وكل اللي اعرفه نادي الزمالك اللي يهمني واللي يهمني جدا جدا هو عوده المستشار مرتضى لانقاذ نادي الزمالك في اقرب وقت. طيب يا احمد، انا طبعا يعني بتمنى ان دايما جماهير الزمالك يبقى عندها حاله الحب الكبيره دي. استاذ صبحي، اتفضل استاذ صبحي. لا احنا لازم برضو عبر برنامج حضرتك، لازم مصر كلها تعرف ان احنا مقهورين، ان احنا في عذاب، ان احنا كان فريقنا مستقر جدا ودلوقتي في عدم استقرار. بيع مصطفى محمد كان اكبر خطأ، تراجع الفريق بالشكل ده لعدم استقرار الفريق، لعدم الامان، مش حاسين بالامان اللاعيبة. طب بس ده وقت الدعم والمساندة احمد معايا، ده وقت الدعم والمساندة، حتى لو في اخطاء وفي مشاكل انا بقول ان انتوا تدوا باور كبير جدا لفريق كرة القدم علشان يقدر يكمل الموسم للنهاية بشكل كويس. حضرتك استاذ صبحي متابع جيد للسوشيال ميديا وبتعرف قد ايه احنا بنتعب وبنعمل كل جهدنا وفي دعم اللعيبة، لكن اللعيبة احنا عارفين ان فيهم البعض بيتدلع وفيهم البعض الحاقد على التاني، وكل ده نتيجة برضو عدم الاستقرار. كان في رئيس نادي بيوحد ما بين جنش وابو جبل، النهارده بنشوف الرجاله دول بيلسنوا على بعض على السوشيال ميديا. انا فعلا انا بقول يا احمد كلامك مظبوط، لكن انا كمان بقول ان على اداره الزمالك الحاليه انها تتدخل بشكل سريع جدا علشان تفض هذه النزاعات. مهنيه يا فندم، العمليه حرفيه ومهنيه، واحنا مش شايفين اي حرفيه ولا مهنيه. ما انا بقول لك بضم صوتي لصوتك يا احمد، انا بشكرك جدا وبقول لك انه على اداره الزمالك يكون ليها تدخل سريع لإخماد الثورات الصغيرة اللي كل يوم بتشتعل بمحيط فريق كرة القدم.
ايوه يا احمد، انا مين يا احمد؟ زي ما قال اخونا احمد زيدان، وزي ما قال الاصدقاء قبله، اكيد الزمالك بيمر بمشاكل اداريه مأثره عليه جدا، بس لازم يكون في حلول. الزمالك تعثر، الزمالك وقع، الزمالك تفتت، الزمالك عقده انفرط، الزمالك في حاله توهان وزرحان عند اللعيبه، لكن الزمالك بقى الابيض ابو خطين حمر لازم يبقى في ناس مقدره المسؤوليه، حجم هذه المسؤوليه وتمثيلهم لناديهم. الكلام هنا للعيبه، الكلام هنا الكارتيرون المدير الفني اللي مشاها بالحب. وطبعا مش هاخد كتير من كلامكم، معانا المستشار اشرف عمر. اهلا بيك يا استاذ اشرف. اهلا بيك يا صاحبي. اهلا بحضرتك، اتفضل. انا هبتدي بس من اخر ما انتهى الاستاذ احمد زيدان. طب انا عايز حد يبدا بالسؤال بتاع الحلقه. سؤال الحلقه، ما سبب تراجع مستوى الاهلي والزمالك؟ هو ده السؤال. كان في دوري اسمه دوري الكورونا بتاع السنه اللي فاتت، اللي اتلعب غصب عن شعب مصر كله، عشان خاطر ملحوظه مهمه جدا، ملحوظه مهمه، واحنا قلنا وكتير اتكلمنا ان ده هيفسد موسمين ثلاثه جايين. في كذا لقاء بلاش الدوري ده، بلاش الدوري ده، دوري ملزوق في دوري ده، لسه كمان الدوري الجاي طبعا واللي بعده هتبقى يعني المساواه نازل لتحت، عشان تبقى حضرتك عارف مبدئيا يعني. بالنسبه لكالترون يعني، هو طيب. اللي بيهرب من نادي يصلح ان يكون مدربا؟ ده واضح ان كتير من جماهير الزمالك ما كانتش راغبه في عوده هذا الكارتيرون. اللي سابني وانا في قمه نضوجي. بتفق معاك. الزمالك كان يلعب ليفربول، كان يغلبه في الوقت ده. اشكرك يا اشرف بيه، انا فعلا بقول ان الزمالك كان داخل على مرحله تاريخيه، هذا المدرب كان مرشح انك تلعب في كاس عالم الانديه، لكن انت خلعت تيشيرت الزمالك ورحت تاني يوم اتصورت بتيشيرت التعاون وبتبوسه، وكما كل انت كنت انت من ابناء نادي التعاون السعودي. اشكرك يا اشرف بيه جدا على المداخله. وخليني اقول انه عارف ومقدر زعل جماهير نادي الزمالك، لكن برضه برجع اقول مين؟ طيب معانا الاستاذ رفعت شبلي برضه، حقك، لان دي الجزئيه بتاعت جماهير الزمالك، مش عايز اخد من وقتكم كتير. اتفضل يا استاذ رفعت، اهلا بيك. السلام عليكم، ازيك؟ عليكم السلام. اهلا بيك، الله اكرم. بقول لحضرتك طبعا بالنسبه للتراجع على مستوى الاهلي والزمالك درجه لحاجتين. اولا بالنسبه لمستوى الاهلي، ان العيون دلوقتي بقت كلها على الحكام، شاشه الحكام عارفه ان في عين واثنين وثلاثه واربعه بتبص عليهم، الوقت الضايع ما بقاش كتير، ضربات الجزاء ما بقتش رايحه في ظل وجود الفار، فهنا الاهلي ابتدى مستوى مش مستوى اللي هو مستوى الحقيقي. نشوف مستوى الزمالك. الزمالك طبعا الاداره للاسف يعني النهارده واحد اساسي المفروض اجدد له، واحد زي بيني في واحد زي زبابكي الاثنين في بينهم مفاتن، فمفروض ان انا كاداره احكم التفاصيل الصغيره دي ليه؟ لان كان اي فرقه ان تبقى في حاجه اسمها اداره حاسمه، انا ممكن انزل ناسي بس باور في الملعب عنده قوه عنده، انت بتبص لساسي سواء مره فوق ومره تحت، ليه مش هو ساسي اللي جالنا؟ ساسي ما بيحب يعلي اداؤه بيعليه. انت عاوز تكمل مع الزمالك؟ ايه في الملعب الجمهور كله هيجيبك، لو هنطلع كل واحد فينا، لو هنطلع من كل واحد جنيه. روح حلوه احييك عليها، روح حلوه استاذ رفعت، احييك عليها جدا وبشكرك. وانت كمان قلت حاجه مهمه جدا، تطرقت لمستوى التحكيم. احنا يا جماعه زي ما بنتكلم وبنقطع في الحكام لما بيكونوا سيئين، لا خلينا اقول لكم انه في تطور ملحوظ في مستوى حكامنا هذا الموسم. اتمنى ان هذا التطور، واتمنى ان الوجوه الجديده اللي خدت فرصه، واتمنى حكام الصف الثاني، مش الصف الثاني اللي هم مش نجوم يعني، زي احمد العدوي مثلا، حكم اكتر من رائع على الرغم من زياده وزنه، لكن عايز اقول ان التحكيم النهارده مختلف عن تحكيم الموسم اللي فات، ودي كانت ملحوظه مهمه قالها علينا، قالها صديقنا رفعت شبل. كمان تراجع مستوى النادي الاهلي، انا بقول برضو زي ما اتكلمنا عن الزمالك، الزمالك الاهلي مشارك في اكتر من بطوله، الاهلي عنده مؤجلات كتير، الاهلي بيلعب ماتش كل 3 4 ايام، والظرف ده كان اتعرض له الزمالك يمكن في مواسم سابقه وما كانش بيلاقي حد بيسمعه. انا توقعت ان اتحاد كره القدم برضو ياجل للنادي الاهلي، لكن ما حصلش، برضو خيبوا ظننا، فبرضو بقول لهم شابوه للجنه المؤقته لاتحاد كره القدم، ان هتبتدي
تعودنا على الاحترام لجدول الدوري. يعني أنا دايما بنادي وبقول أتمنى يبقى عندي دوري بينطلق يوم واحد وبينتهي يوم واحد، ما ينتهيش بقى يوم 80. فأنا بتمنى إن برغم إن الموسم ده مليان مشاركات للمنتخب الأول ومنتخب الأولمبي، مشاركات على مستوى الأندية، أهلي والزمالك وبيراميدز وغيرهم، قد يدخل الإسماعيلي وغيره، لكن الحقيقة يعني لحد ما أنا في حالة رضا عن الجدول، وفي حالة رضا أيضا عن مستوى التحكيم، والأخطاء اللي موجودة مش بنفس الكترة اللي كانت موجودة في مواسم سابقة، وما هياش قوي بتحول نتائج مباريات. أنا شفت مباريات السنة اللي فاتت، مباراة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة، كانت نتائجهم بتتحول بسبب أخطاء وصفرات تحكيمية. خليني قبل ما نروح تاني للتليفوناتكم أقول أنه بكرة محمد عواد في اختبار صعب جدا، كان الله في عونه، مش علشان هو حارس صغير أو مهزوز أو بينتظر فرصة، بالعكس ده هو صعب بالنسبة له أنه حارس كبير وقاعد على الدكة موسم كامل ولا موسمين، فأتمنى أن يظهر بكرة بمستوى الحقيقي. أيوة أحمد. طيب معنا الكابتن سيد جودة، أهلا بيك يا كابتن. إزايك يا أستاذ صبحي المنورنا؟ أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا كابتن صبحي. أنا بس أخذ وقتك دقيقتين، بس دقيقتين، دقيقة ونص بسرعة، لأن عندي كمان كم مكالمات وأنا عايز أخلص الناس زعلانة مني. والنبي يا أحمد خد أكتر عدد من المداخلات. جمهور الزمالك كله زعلان لقلة وجود الشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. أنا عاوز بس أو ده اقتراح، عاوزين نجيب الراجل ده ومناظرة، نعمل مناظرة عالمي قدام العالم كله. طيب الراجل دوت لو سليم يرجع نادي الزمالك. طيب أنت قلت اللي عندك، عرفت بقى سؤال الحلقة ولا لأ؟ ألو؟ الخط قطع يا أحمد. معانا مين تاني؟ فاضل قد ايه يا احمد على الناس؟ انا عايزك تاخد اكبر عدد بعد اذنك، لان الفقره دي بتستناها طبعا جماهير نادي الزمالك اللي هم دايما في ظهرنا ودايما هم اللي بدونا الباور علشان نقدر نكلم حضراتكم ونطلع ونتكلم. فارجع تاني لموضوع عواد واقول للناس ان عواد اكتر حارس مرمى موهوب تقريبا في مصر، لكن فتره غيابه عن الملاعب قد تؤثر على ادائه، قد تخلي الولد مهتز شويه بكره، لكن انا بقول ان هو عنده امكانيات تخليه يحرس مرمى منتخب مصر مش بس نادي الزمالك. ارجع تاني لمستوى جنش واقول لجنش انت محتاج قرصة ودن، اللي حصل بينك وبين محمد ابو جبل غير مقبول بالمرة، واذا كان هناك شك في ان الزمالك مش قادر ياخد موقف، فانا بقول ان السنة الجاية لابد ان القائمة تخلو من احد الحارسين، وانا شخصيا برشح جنش، لكن القائمة مش هتحتمل تاني وجود جنش وابو جبل ومحمد عواد، طالما ان ادارة نادي الزمالك وادارة فريق الكرة ليست على المستوى اللي بيوفر مبدأ الثواب والعقاب. يعني اللاعب زي ما بياخد حقوق لازم يخاف، وزي ما بيقبض لازم يدي. ايوة يا احمد. الو احمد، مش سامعك يا احمد. الو. طيب انا مش سامع المداخلة يا احمد. الو. ايوه يا احمد. ايوه يا احمد، الصوت بيقطع، قول لي معايا حد علشان انا مش سامعك. لا مش سامع. خالد اوزي، اهلا بيك يا استاذ خالد من السيده زينب. حضرتك اهلا بيك يا خلود. ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله كل سنه وانت طيب يا خالد. ربنا يخلي حضرتك. البقاء لله الاول في وفاه والدته استاذ منتصر. البقاء والدوام لله، سبحان الله الدوام طبعا. ربنا يخلي حضرتك. سبب التراجع يا ريس، اللعيبه بتنزل عايزه تاخد فلوس من اي حاجه. دي لعيبه الزمالك بتفكر في الفلوس. اه طب ولعيبه الاهلي؟ ما برضو في تراجع على مستوى لعيب الاهلي. الاهلي والله ما فيش حد صبحي، عشان كان عندك خلفيه، ما فيش لعيب دلوقتي عليه العين الا محمد شريف. يعني محمد شريف هو بس اللي عليه العين. مهاجم مجتهد. لا مهاجم بس بتاع شوط واحد. يعني هو بتاع شوط واحد بصراحه، مع احترامي ليه، بس المهاجم ده من طراز فريد يعني بصراحه. يعني ده زي مثلا كابتن عماد متعب في ايام كابتن عماد متعب في ايامه. بالنسبه بقى للزمالك يا استاذ صبحي، احنا يعني لو ما كسبناش بكره ندفن نفسينا. يعني لا مش للدرجه دي، ده كوره ومبدا الفوز والخساره موجود يا خالد.
ماشي الصبح، بس احنا متعودين في الزمالك الصبح ان هم يفرحونا. ان شاء الله يفرحوك. وبرضه عايزين انا عايز اقول اشير انه كره القدم خلقت للمتعه، يعني انا اتمنى ان الفريقين يصدرونا بكره وجبه كرويه رمضانيه ممتعه ايا كانت النتيجه. اشكرك يا استاذ خالد معايا. الو، واضح ان الاربيس في حد معايا يا جماعه برضو مش سامع كويس. طب الايه؟ طيب يعني عشان بس الصوت يا جماعه استاذنكم نطلع فاصل صغير ونرجع تاني نكمل معاكم. اهلا بحضراتكم، رجعنا لكم مره تانية، ويبدو ان الاتصالات الكتير اثرت شويه على الصوت عندنا. معايا ابراهيم من دمياط. اهلا بيك يا استاذ ابراهيم. اهلا بيك يا استاذ صبحي، تحياتي لحضرتك وكل معدين البرنامج. اهلا بحضرتك وكل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب. السؤال قريته ولا لا؟ السؤال انا قريته، بس انا ليا نقطتين حابب اتكلم فيهم على السريع كده، بس بسرعه جدا قدامنا 10 دقائق والناس كتير بتطلب. الرساله الاولى بس رساله للجنه المؤقته في نادي الزمالك، احنا كجمهور نادي الزمالك بنتمنى منهم الحفاظ على القوام الرئيسي للفريق. بضم صوتي لصوتك بالظبط. دي اول نقطه. تاني نقطه رسالتي للعيبه، لعيبه نادي الزمالك، انتوا بتلعبوا لنادي الزمالك، نادي الكيان الكبير اللي وراه جماهير بالملايين، فلا بد ان يبقى فيه حميه شويه في الملعب، عشان احنا خلاص خرجنا من افريقيا، ما عادش قدامنا غير افريقيا، غير دوري والكاس. فاتمنى منهم ان هم يلعبوا، ما يلعبوش بموظفين، يلعبوا بانتمائهم لنادي الزمالك يا استاذ. بالظبط. السؤال بقى بتاع حضرتك اللي هو سبب تراجع نادي الزمالك ونادي الاهلي، احنا مش عايزين نطلع نقول زي كابتن سيد عبد الحفيظ ضغط المباريات واللي واللي لاخره. لو اتكلمنا في ضغط المباريات، هو الاستاذ صبحي عبد السلام، الاستاذ الكابتن سيد عبد الحفيظ هو سبب في ده، والنادي الاهلي هو سبب في ده، بسبب الدوري الموسم اللي فات، وان هو انضغط والكورونا والكلام ده كله، هم اصروا على لعبه، فده ضغط الموسم اللي احنا فيه في الوقت الحالي، فده بالزبط. سبب رئيسي من تراجع نادي الزمالك ونادي الاهلي. كلام جميل يا هيما. فانا طبعا سعيد بحضرتك يا استاذ. اشكرك يا هيما، مداخله قيمه جدا ودايما معانا ان شاء الله على خير. شكرا شكرا يا هيما. طبعا الوقت بيجري، وانا عايز برضو ترد كل الناس اللي بتطلب يا احمد بعد اذنك وتدخلهم لي، وعمر معاك صبحي. فأنا عايز أقول إن الناس كلها عندها تقريبا اتفاق على إنه ضغط الموسم الماضي هو اللي أدى بينا إن إحنا بنلعب الموسم ده تحت ضغوط كبيرة جدا. حتى النادي الأهلي اللي كان مصر على استكمال الموسم اللي فات هو اللي بيدفع الفاتورة هذا الموسم، لأنه مطالب إنه يكمل الدوري في فترة زمنية قليلة جدا. ويمكن كل الـ 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 الإدارة وفريق الكرة في النادي الأهلي طلعوا يشتكوا من مسألة توالي وضغوط المباريات، وهي نفس الأزمة اللي كان بيعاني منها فرق مصرية تانية نادت بإلغاء بطولة الموسم اللي فات، وكان منها الزمالك. لكن البعض فسرها على أنه الزمالك مش عايز الأهلي يبقى البطل، والأهلي كان مصر على الاستكمال واستكملناه، وبرضه بنلعب في ظروف صعبة. أتمنى أنها تمر بخير وسلام على الجميع، لكن عايزين بقى مع دخول المباريات المهمة الكبيرة المستوى الفني يرتفع. اتكلمنا عن أن الإثارة هتكون موجودة ربما للمباراة الأخيرة، أنا أتمنى بقى المستوى المتعة الفنية اللي بدور عليها أنا وكل الناس اللي بتحب كرة القدم وبتتابعها تلاقيها في المباريات. معانا المهندس أحمد عثمان، أهلا بحضرتك. مساء الخير يا أستاذ صبحي. مساء الخير يا باشمهندس. إزاي حضرتك؟ أهلا بيك يا فندم. أستاذ منتصر وأستاذ كريم، أنتوا الحقيقة من ونعمة الزملكاوية اللي يعني فعلا بتمثلوا جمهور الزمالك. حبيبي يا أستاذ أحمد. الزملكاوية المحترمين اللي كلنا يعني الحقيقة متضايقين قوي الفترة الأخيرة بسبب كل الدربكه اللي بتحصل في نادي الزمالك. طب ايه اللي مزعلك بقى من اللي حاصل الفتره الاخيره يا باشمهندس؟ الو. ايوه يا فندم. ايه اللي مزعلك؟ ايه اللي بيحصل في الزمالك ومزعلك الفتره الاخيره؟ والله يا استاذ صبحي، يمكن يعني الحقيقه احنا بقى لنا دلوقتي اكتر من 7-8 شهور في يعني جمهور الزمالك عايش في محزنه الحقيقه، بسبب الموقف موقف انا بعتبره موقف، يعني مش عايز اقول عدائي، من الدولة، من وزارة الشباب والرياضة، من مين؟ مع نادي الزمالك. هل احنا يا جماعة نادي كنادي بنتعامل بمعاملة غير النوادي التانية؟
لا بالعكس، ما احناش نادي كبير، ليه مجلس اداره، ليه طريقه شغل معين كبير واكبر نادي في افريقيا على فكره. النادي هل احنا مستباحين لهذه الدرجه ان احنا نبقى موجودين في كل مرحله كل كام سنه لما يدوبك نفوق نلاقي ان نادي الزمالك بيتحل مجلس ادارته وبيتحل الاداره بتاعته وبتبوظ فريق الكوره ونبتدي نقعد سنتين وثلاثه واربعه قبل ما نكون فريق تاني؟ يعني انا عايز اعرف، هو احنا ما فيش في مصر غير نادي الزمالك؟ انا عايز اعرف بس، سؤال موجه للدوله، ما فيش في مصر غير نادي الزمالك؟ انتوا ما فيش حاجه بتعايزين تخربوها غير نادي الزمالك؟ انا بقول موجه للدوله بس، انا بقول لو في مخالفات يا باشمهندس، انا بقول لو في مخالفات بناء عليها تم تجميد مجلس اداره الزمالك على الدكتور اشرف صبحي يطلع هذه المخالفات ويحولها للنيابه العامه. يا استاذ صبحي، هو لو في مخالفات حولها النيابه. يعني ممكن انا قلت للدكتور اشرف صبحي نفسي انا شخصيا كاحمد قابلته وقلت له، لو في مخالفات على مرتضى منصور او مجلس اداره الزمالك، يا جماعه لو في مخالفات ماليه اشنقوه او اعدموه او قدموه صق للدوله. لكن لو ما فيش حاجه، بقى لنا 6 شهور قاعدين ما فيش حاجه على مجلس اداره نادي الزمالك، يبقى احنا دوله بتستبيح نادي الزمالك. لا، يبقى الزمالك اللي بيدفع الثمن في النهايه مش مرتضى منصور بس، الزمالك دلوقتي بيدفع الثمن في كل العابه. لا، الزمالك مش مرتضى منصور بس، الزمالك بيدفع ثمن المحاربه لنادي الزمالك مش لمرتضى منصور. يمكن جزء من جمهور الزمالك كان متخيل ان الزمالك بيحارب باسم مرتضى منصور، لكن الحقيقه احنا الزمالك بيحارب باسم الزمالك. حرب على الزمالك تقصد يعني؟ ما صدقنا كان عندنا مجلس اداره موجود ومنتخب والدنيا بقت مظبوطه جوه النادي، الى ان مش هننكر ان المستشار مرتضى زي ما ليه حسنات كتير قوي بقى بيخش مداخلات كتيره لما له وعلمه عليه، لكن هو كان منتج يعني في مكانه كرئيس للنادي. لكن 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 ايه ذنب نادي الزمالك يا جماعه؟ ايه ذنب نادي الزمالك يتعمل فيه كده يا جماعه؟ خلي السؤال ده اخر حاجه بسمعها منك لانها مأثرة فيا يا باشمهندس. اشكرك، كنت معانا ودايما تكون معانا على اتصالاتك ان شاء الله. شكرا. انا طبعا مقدر زعل اخواتنا الزملكاويه، وعارف ان الناس عاشت على مدار سنتين ثلاثه كان تقريبا كل 10 15 يوم في نهايه الموسم عندهم بطوله واتنين. النهارده الزمالك بودع بطوله افريقيا، النهارده الزمالك غير مستقر في مسابقه الدوري، النهارده الزمالك خرج من بطوله افريقيا السنه دي تاني، اصبح ما عندوش حاجه يلعب عليها الا الدوري والكاس، وبرده المساله مش هتكون بالسهوله اللي بيتخيلها البعض، لانه النادي الاهلي بحكم انه موجود ومنافس دائم على البطولات عنده حظوظه في مسابقه الدوري وعنده حظوظه في مسابقه الكاس. اخشى ان يصبح هذا الموسم موسم كارثي على الزمالك ويبقى موسم بلا بطولات، وان شاء الله كل ده يتعدل الفتره اللي جايه والزمالك بسرعه جدا، بس لازم يبقى عنده مجلس اداره منتخب، سواء الانتخابات تبقى في 8 تبقى في 10 تبقى في 40، وبناشد كل مؤسسات الدوله المصريه الرياضيه لو سمحتم احنا عايزين المجلس اللي جاي ايا كان مين رئيسه ايا كان مين تشكيله يكمل من اخر يوم، من اول يوم لاخر يوم. مجلس اداره الزمالك هو الوحيد، او النادي الزمالك هو الوحيد اللي مجلس ادارته ما كملش مدته لنهايتها في اخر 20 سنه. كل مجالس ادارات الزمالك على هذا المستوى تم حلها في الوقت اللي فيه مراكز الشباب مستقره وبتادي، كل انديه الدوري مستقره وبتادي. مش ممكن يكون الزمالك خلق علشان نحل مجلس ادارته، مش ممكن يعني كل شيء في الدنيا هنحمل تبعاتها للزمالك ومجلس اداره الزمالك. سيبوا الزمالك، سيبوا مجلس اداره الزمالك، خلونا نلعبها كوره، اعلوا شعار الفيفا الفير بلاي، خلونا نستمتع، خلوا اللي يجتهد ياخد حقه، لكن مش بالضروره ان احنا طول الوقت قاعدين موجهين السهام اتجاه نادي واحد. ومش بقول الكلام ده بس على مرتضى منصور، لا، اللي قبل مرتضى منصور حل مجلس ادارته، واللي قبل اللي قبل مرتضى منصور تم حل مجلسه. فهي المساله في نادي الزمالك سلسال اخشى انه يتحول ويفضل موجود معانا زي سلسال نسل الاغراب اللي موجود دلوقتي. نادي الزمالك نادي مؤسسه وطنيه كبيره بينتمي ليها ملايين، بيحبوها كتير في مصر في الوطن العربي وفي افريقيا. نادي الزمالك كان جزء مهم جدا وما زال من القوى الناعمه اللي موجوده لمصر، يا رب نحافظ عليه، وان شاء الله دايما الزمالك والاهلي وكل انديه مصر تبقى واجهه مشرفه لكره القدم المصريه. بشكركم، حلقه انا بتمنى تكون عجبتكم، نلتقي الاسبوع القادم ان شاء الله 2-0. شكرا.